بسم الله الرحمن الرحيم. برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة عندنا كلام مهم جدا جدا جدا، وحنمشي في اتجاه واحد زي الحلقات السابقة. الأهلي يقدر، والمستحيل ليس أهلاوي أكيد 100%، طول ما فيه لعيبة رجالة وجهاز فني متحمل مسؤولية، وكمان جماهير على أعلى مستوى من الوعي. واللحظات اللي بيبقى فيها النادي الأهلي محتاج انتصار، أو البعض بيرمي الفوطة والبيضة ويقول لأ مش هنقدر والموقف صعب والنتيجة مقلقة، لأ، جماهير النادي الأهلي بيبقى ليها رأي آخر، بتروح بتساند بتدعم. النهاردة شفنا جماهير النادي الأهلي عدد غفير جدا جدا، ويلبي دعوة الكابتن حسام البدري ومجلس إدارة النادي الأهلي واللاعبين للمؤازرة والدعم. وجمهور الأهلي في المعاد كالعادة، جمهور الأهلي بيعمل اللي عليه، جمهور الأهلي موجود، جمهور النادي الأهلي النهاردة المنظر هتكلم أكيد في سلبيات وإيجابيات، لكن خلونا ناخد الشكل العام. في البعض هياخدك لمنطقة التدريب اتلغى ومش خلاص، الموضوع مش موضوع تدريبة، وأنا بكلمكم كلام كورة بالمناسبة. موضوع الشحن دوت وإحساس المسؤولية من الجماهير، مفيش مكان في التتش النهاردة، مفيش مكان بره وجوه، والأمن فاتح التتش والناس موجودة كلها، وكمان مجلس الإدارة فاتح البيبان، الكابتن حسام البدري عاوز جمهوره، هي دي الإيد الواحدة، ده الشكل الرائع. مش عايزين نتكلم في تفاصيل، مش عارف التدريب اتلغى، لا الكابتن حسام مش اوريدي، اللعيبه عليها ضغوط كبيره جدا جدا. قابلت الترجي ومن الترجي النجم وكل فريق مباراتين، وبعد كده تروح للوداد وقبلها لاعب مباراتين في الدوري العام، كل دي مباريات مهمه جدا 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 ومباريات قويه جدا. فالنهارده جمهور الاهلي موجود، ده تدريبه، تدريبه فيها ارفع معنويات الفريق، اشحن بطاريات اللاعبين والجهاز الفني، بتقول لهم انا في ظهرك انا وراك انا معاك. اللي هيسافر كمان ورا الفريق، عارف اللي فيه عدد كبير جدا مسافر مع الفريق، كل ده كلام محترم، كل ده كلام مهم، ودي الصوره اللي نحب نشوفها. جمهور الاهلي رايح عشان الاهلي، جمهور الاهلي رايح في التتش عشان الاهلي. افريقيا يا اهلي، ده شعارنا النهارده مع جماهير النادي الاهلي، والمستحيل ليس اهلاوي، والاهلي يقدر، كل المعاني الطيبه، كل المعاني الجميله، كل الكلام الحلو الايجابي اللي اللعيبه تستفيد منه والجهاز الفني. انا قلت في البدايه جمهور الاهلي في المعاد، انا سايب الصوره امام حضراتكم عشان تعرفوا، هو ده اللي احنا بنقول، وهو ده اللي احنا بنغذي بيه عقول كل الاهلاويه. في صوره جميله قدامنا في الوقت اللي النتيجه ممكن البعض يقول 1-1 على ملعبك، بتقابل فريق قوي، فريق شرس، فريق بيعرف ينظم دفاعاته، لكن جمهور الاهلي ثقافته مش كده. جمهور الاهلي عنده ثقه في لعيبته، وعنده ثقه في جهازه الفني طول الوقت طول الوقت. وللامانه لما نيجي نتكلم على البطوله الافريقيه، الاهلي مر بمطبات صعبه جدا في البطوله دي، واحده من اصعب البطولات الافريقيه في تاريخ النادي الاهلي. في كل مباراه وكل دور بتواجه صعوبات كبيره، عشان كده هيبقى ليها طعم تاني معانا. شعارنا الاهلي يقدر، طبعا الاهلي يقدر ونص، زي ما قلنا امبارح وهنقول تاني النهارده، طول ما في كيان كبير اسمه النادي الاهلي هيبقى فيه تحدي واصرار وعزيمه واعجاز، ومفيش حاجه اسمها مستحيل، في حاجه اسمها اراده النصر، في حاجه اسمها اللي انا هسافر وهرجع بالكاس واعمل اللي عليا بدون ضغوط خالص، هي دي كره القدم. على فكره احنا قلنا الكلام ده قبل الترجي، والجماهير اللي كانت بتبعت لنا كانت دايما هي اللي في الصوره، وهي اللي بتقوينا، وهي اللي بتقول لا مش عايزين نبره خجل، نبره خوف، نبره الاحباط، لا. فمن هنا شايفين الصوره، وهو ده اللي انا دايما بحب في البرنامج نشارك حضراتكم معانا، ونقول لحضراتكم اللي ما كانش موجود في التتش ننقل له الصوره كامله. شايفين الجماهير فوق من المكان، المدرجين بالمناسبه يمين وشمال، شايفين الناحيه الثانيه هي امام حضراتكم جوه الملعب. اكيد صوره طيبه من وجهه نظري. جمهور الاهلي بالملايين في كل مكان، التتش يا جماعه بيشيل كام؟ انا بقول لكم في عدد قد ده كان بره
التتش كمان موجود والامن تعامل مع الناس بكل هدوء وبكل احترام وفي مبذول مجهود، جماهير بتنزل من بيتها الميعاد الساعه 3 من الساعه 11 موجودين في الملعب. رايحين 11 ليه؟ رايحين عشان الاهلي، رايحين عشان يوصلوا رساله لفرقتهم، اعمل اللي عليك، ابذل مجهود، قولوا لي يا جماعه بيقولوا ايه؟ علي الصوت شويه، خلي الجماهير تسمع، كل اهلاوي، خلي لعيبه النادي الاهلي تسمع، خلي الجهاز الفني يسمع. الحلوه والمره معاه، هو ده شعارنا طول الوقت، احنا مش بنخسر بطوله نتخلى عن نادينا، ولا بنكسب يبقى ده عملنا اعجاز، لا، بتكسب تبقى عايز تاني وتالت ورابع ومليون، وتخسر تقف جنب فرقتك وتقول لها هنعوض وفي اصرار وعزيمه، وهي دي الرساله الجميله. كمان جمهور الاهلي بصراحه يعني الواحد مهما اتكلم عنه مش هيديله حقه للامانه، وجمهور واعي. وعجبني اكتر واكتر، المشهد ده عجبني، انا كنت واثق في جمهور النادي الاهلي طول الوقت. كمان بعد المباراه اي جمهور في الدنيا متعادل ونتيجه ممكن تصدر لك احباط، وتلاقي جماهير الاهلي جوه برج العرب بتقول لك افريقيا يا اهلي. ينفع لعيب يتضغط بعد الكلام ده؟ جمهور الاهلي عمل اللي عليه بالامانه بقى، خلينا نتكلم بصراحه. جمهور الاهلي كده عمل اللي عليه وزياده وكل حاجه كويسه. عايز اقول بعض السلبيات، ده مش وقته، ومش وقته اللي احنا حتى، خليني هتكلم بعد شويه، ولكن كنا محتاجين نظام اكتر النهارده كالعاده. ما عجبنيش حاجه واحده بس، انا ما بحبش حد في عالم كره القدم بيحب فرقته ويروح بيته عنده اي حاجه بسيطه، خدشه بسيطه، ما بحبش ده. بحب اللي انت تروح وتشجع فرقتك وتناضل وتقاتل على حق فرقتك وتقف جنب كل اللاعبين وكل الجهاز الفني وجنب ناديك. لكن النهارده بالصدفه كنت داخل جوه في عياده النادي الاهلي، انا بحيي للامانه ولازم اديهم حقهم. ممكن يعني يا جماعه نوطي الصوت شويه بقى، خلاص وصلنا الصوره كامله اللي احنا حبينا في البدايه، لكن عايز اوصل اللي حصل النهارده عشان احنا دايما نشوف المشهد والصوره اللي انت بتشوفها، احنا بنعيش حضرتك معانا. والامانه تقتضي ان انا اقول الكلام ده عشان عايز ادي الجهاز الطبي للنادي الاهلي، قولوا لي كل اسماء الدكاتره، دكتور النادي الاهلي، الدكتور خالد محمود والدكتور عبد المجيد. دخلت الغرفه لقيت في شباب زي الورد من التدافع والعدد الكبير جدا ده، كانوا يعني بيحاول، كانوا واقفين على سور، وقع من على السور من غير ما زميله يقصد، ففي حد حصل له اصابه واثنين وثلاثه وكدمات، وكان في بعض الاغماءات، خلينا نتكلم بصراحه. لكن الف سلامه عليكم، وانت رحت عملت عمل محترم، اللي انت تقف جنب ناديك وجايين من كل مكان. انا واحد قابلني في نادي قال لي انا جاي من الاقصر، جاي من الاقصر عشان تدريبه، ده مش ماتش. وواحد جاي من هنا انا مش مصدق، جاي ركب امبارح بالليل عشان يحضر تمرينه ويرجع تاني. يا جماعه انا بقول لكم باسم النادي الاهلي، وانا دايما ما بحبش اتحدث باسم حد، لكن في مواقف بشكركم باسم كل اللاعبين والجهاز الفني واداره النادي الاهلي. انتوا اهلاويه جدعان، اهلاويه تتشالوا على العين والراس، اهلاويه نفضل ندافع عنكم في الحق طول الوقت. مواقف كتير جدا، مشهد ولا يعني تخيلوا يا جماعه النتيجه، كان ممكن ناس تحبط كتير من الاهلاويه، يروحوا من الساعه 11 الصبح وميعاد التدريب 3 او 4، والناس دي تفضل قاعده عشان بتحب النادي الاهلي وتعشق النادي الاهلي وبتحب ناديها اكتر من اكتر مننا. الناس دي من اصغر واحد لاكبر واحد بيحبوا النادي الاهلي اكتر مننا، صدقوني. وانا دايما بقول جمله البعض بيزايد علينا فيها، لكن مش مشكله، هنقولها تاني وتالت ومليون. جمهور النادي الاهلي بياخد ايه غير فرحه وابتسامه ويبقى فخور في النادي الاهلي؟ ولا مكافاه ولا اي حاجه خالص، غير هو بيعشق النادي الاهلي بجد وبيحب النادي الاهلي بجد من قلبه. عشان كده المنظر ده انا
بجسد المشهد امام حضراتكم اللي كان موجود في التتش النهارده، هي دي الصوره. لكن الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش اللي حد يتصاب عشان بيحب الاهلي، اللي حد يحصل له اصابه بسيطه او اصابه اقوى شويه. انا شفت مجموعه النهارده في البعض كانت كدمات قويه جدا جدا، ولكن مره ثانيه وثالثه ومليون ان شاء الله تقوموا بالف سلامه كل اللي انا شفتهم. وكمان بشكر الجهاز الطبي اللي كانت اسعافات اوليه والناس اللي موجوده والمسؤولين عن الاسعاف داخل النادي. انا لو اعرف اساميهم اقولها، لان بنحب دايما ندي كل واحد حقه، ده مهم جدا جدا جدا. فحبيت اللي انا ابتدي في البدايه بجماهير الاهلي العظيمه اللي في المواقف الصعبه بتبقى رجاله زي اللاعبين بالظبط. في المواقف الصعبه بتروح وتلبي الطلب وبتساند وملهاش دعوه باي حاجه خالص غير حب وعشق للنادي الاهلي، فبتدوا درس طول الوقت للجميع. عشان كده انا بشكر من اصغر واحد لاكبر واحد اللي انا شفته النهارده، وقصه حب وعشق في النادي الاهلي. عايز كمان اعرض لحضراتكم، شوفوا جمهور الاهلي برضو انسان، كل واحد موجود انسان. مدير فني عنده بنته في حادث اليم او حادث قوي ليها في كندا، والمدير الفني بيكمل مع الفرقه وبيحضر التدريبات ويحضر المباراة النهائية، موقف يحترم. فجمهور الأهلي ما بينساش أبد المواقف. زينة البدري سلامتك، عايش وسطنا، ما أقدرش أقول غير كده، ومش بزايد وبتكلم كلام موضوعي ومنطقي. جمهور عايش الأحداث، بياخد باله من كل صغيرة وكبيرة، وموقف في منتهى الاحترام. هو ده اللي أنا بتكلم عليه. مش عايزين نبعد عن أخلاقياتنا، مش عايزين نبعد عن انسانيتنا، كل واحد فيه حاجة كويسة. الحاجة الكويسة ده وقتها تطلع. بدل يعني أقول لحضراتكم، أنا مش عايز أبعد عن المشهد عشان آدي البدري متأثر جدا بالموقف الجميل من جماهير النادي الأهلي، اللي البعض بيغضب أحيانا والبعض بيفرح أحيانا والبعض بيبقى مبسوط وفخور بفرقته طول الوقت، أو الكل بيبقى فخور بفرقته. الموقف جميل، زينة البدري سلامتك. فالبدري بيرد التحية ودموعه على وشه، لأن الراجل مفيش، ده دانا بنته. يا جماعة أقول لكم، بصوا النظرة دي نظرة إحساس بالتقدير اللي الجمهور بيعمله. أقول لكم على حاجة، الكابتن حسام البدري لما يشوف كده هيروح يقول للاعيبته إيه؟ هيحفزهم بيكو، وهيخليهم يتحملوا المسؤولية أكتر وأكتر بيكو. صورة انا دايما بحب الصور المعبرة اللي ما فيهاش بقى نوايا ولا فيها مش عارف انتخابات ولا فيها مش عارف ايه، ونروح لطريق مش هو الراجل. انا حاسس لو كابتن حسام اديته مايك قلت له اتكلم، هيقول كلام كتير جدا، هيشكر فرد فرد، وهيشكر من اصغر واحد لاكبر واحد. نظرات عينيه الراجل بتتكلم. فانا برضو عايز ادي الراجل ده حقه، لان الموقف موقف شهم، واحنا ولاد بلد بنحب الشهامة طول الوقت. ده ابن النادي اللي تدرج ومن قطاع الناشئين، وقعد يمسك فرقه في قطاع الناشئين، وبعد كده شويه شويه بيتدرج 18 14 16 18 يطلع فريق اول، يبقى مساعد، ومن مساعد يبقى مدير كره ومساعد، يكتسب خبرات كبيره، ياخد فرق لوحده يحقق بيها انجاز ويحقق بيها بطولات وارقام، يروح منتخب اولمبي وفي عالم كره القدم يبقى فيه اخفاق، يبقى فيه اخفق شويه، يرجع النادي الاهلي يرجعنا لحافز البطوله ويجيب دوري وكاس مع بعض، وبعد دوري وكاس بيلعب النهارده نهائي بطوله افريقيا، ومحنه جمهور بيرد عليه، راجل ما يسافرش يتحمل مسؤوليه. ده السيناريو اللي قدامي، انا ما جبتش حاجه من عندي، انتوا عارفين ومتحملين مسؤوليه. عشان كده كتبته زينه يا بدري سلام، يعني سلامتها. وده جمهور عنده احساس، وانا حاجات معبره. وادي الكابتن حسام البدري متدفي بجمهوره، وعماد متعب كابتن الفريق وراه، واللعيبه تدخل، اي حد ممكن يخاف يحصل اي حاجه. كل اللاعبين الرجاله كلهم، مش عايز انسى حد، متدافئين بجمهورهم. انا هقول جمله واحط نفسي مكان اللعيبه، تخيلوا معايا لما الجمهور بينزل في المشهد ده، او اللاعبين تنزل في المشهد ده وتشوف جمهورها ده حاجه تروح من خيالك. ده الواحد بيقعد يحط رجل على رجل كده، ويبقى فخور لما الاتوبيس المكشوف وقفوا لنا شوارع مصر
والاطفال يطلعوا والمدارس شغاله على اسطح المدارس عشان يقابلوك بالاتوبيس المكشوف وانت محقق تالت عالم، وتدخل تلاقي جماهير النادي الاهلي بتجري على الاتوبيس، لحظه للتاريخ النهارده دي ما تتنسيش. لحظه هات لي صوره اللاعبين تاني وهي نازله متدفيه بجمهورها، موت نفسك عشان خاطر الناس دي. بالمناسبه الاهلي جمهوره لو الملعب ده بيشيل مليون 2 مليون 3 مليون والله هيجوا، والله هيجوا. انا عارف بقول ايه كويس، متدفي كل لعيب اكيد دماغه في ذهول بيبص، ممكن هل في لعيب من جواه خوف؟ انا بقول لك لا، دي ده كل لعيب وسط اهله وسط بيته. بصوا يا جماعه الجماهير فين؟ وسعت للعيبه تروح لجمهورها مشهد، ما تكلمنيش عن سلبيات، ما تروحش الناس مصابه وتقعد تصورها عشان تروح تقول للاعلام وتروح تقول ما فيش نظام. الناس اللي بتعبس دايما بالنادي الاهلي لازم تاخد النقاط الايجابيه دي وتزرعها في شبابنا واطفالنا. ازرع الكلام الكويس، تروح تجيب اتصابه وشايف ناس كلها غل وحقد مش عايزه المشهد ده، رايحه تصور المصابين بس. انا كنت متابع عشان اجي انقل لحضراتكم. فشوفت بعيني الكلام ده، سايبين كل حاجه كويسه والكاميرات ما بتطلعش الا غير والتصوير غير للاصابات، غير اللي فيه واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا سبعه. مفيش مشكله، لكن احنا ننقل لك، احنا اللي امناك، احنا قناتك، احنا بيتك. خلينا نروح كمان للاستاذ احمد الخولي، موقع في الجول وواحد من الشخصيات المحترمه جدا، كان موجود النهارده في الاحداث دي كلها، ينقل لنا الصوره كمان كامله. استاذ احمد برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك كابتن شادي، وبحييك وبحيي كل جمهور قناه النادي الاهلي وتحت امرك. استاذ احمد انقل لنا المشهد واحساس اللاعبين والجهاز الفني، اتكلمت مع الكابتن حسام اكيد الجهاز الفني اللاعبين، اتكلمت قالوا لك ايه النهارده بعد المشهد ده؟ والله طبعا يعني انا عايز اقول لك ان المشاعر لا يمكن وصفها، لان المشهد الرهيب الاسطوري بحضور العدد الغفير من جماهير النادي الاهلي يعني عمل حاله اضافيه وحافز كبير جدا لدى اللاعبين والجهاز الفني، واصرار كبير ان هم لازم يروحوا يحققوا نتيجه ايجابيه في المغرب ويكسبوا. والاحساس ده كان موجود لان انا عقب مباراه برج العرب بالتعادل اصلا انا تواصلت مع عدد كبير من اللاعبين الاهلي من خلال حاجه واحده، كنت بعت لهم صوره على الواتساب للولد الجميل المشجع اللي كان بيبكي وهو قاعد على الكرسي المتحرك. عايز اقول لك ان الصوره دي كانت يعني عملت احساس عند اللعيبه، وكلهم بيني وبينهم يعني كده على الخاص يعني قالوا لي ان احنا باذن الله باذن الله عشان الشاب الجميل ده وكل اللي زيه وكل جماهير الاهلي المتعشمه فينا احنا هنروح هنجيب البطوله من المغرب، واحنا عملناها قبل كده وهنعملها تاني. عملناها مع الترجي وعملناها مع الصفاقسي، وانا على فكره كنت حاضر المشاهد دي. يعني انا حضرت مع النادي الاهلي لما قدمنا مباراه كبيره جدا في رادس في 2013 وكسبنا الترجي على ارضه، وقدمنا مباراه تعتبر من اروع المباريات في تاريخ النادي الاهلي. وانا واثق ان باذن الله اللعيبه والجهاز الفني هيبقى على مستوى المسؤوليه وهيحققوا وهيجيبوا الكاس من كازابلانكا. اللعيبه طبعا احساسها كان عالي جدا جدا جدا. كابتن حسام البدري يعني زي ما انت قلت حضرتك كده يا كابتن شادي، النظره اللي في عينيه وهو بيبص للجماهير وبيشكرها على ان هي بتلبي النداء، وان هي متعاطفه معايا في اصابه بنته ربنا يشفيها باذن الله. ده اكبر دليل على التواصل وان عمق العلاقه ما بين النادي الاهلي وجماهيره والجهاز الفني ولعبته. وعلى فكره كابتن شادي انت قلت كلمه جميله جدا، لا احد يستطيع ان يزايد ابدا بمشهد او باصابه او بكلام او باي حاجه على اللي احنا فيه النهارده. اصلا شفنا حاجه اسطوريه، يعني المشهد كان اكبر من ان احنا نوصفه بالكلام. احنا بنشوف ناس جايه من كل حته في مصر عايز ما ملهاش غير هدف واحد بس، ان هي تشجع فرقتها وان هي تتمنى ليه الفوز بدون اي حاجه، يعني بدون اي، الناس دي بتدفع من جيوبها عشان توصل للنادي الاهلي وتقضي يوم كامل وعندها استعداد تعمل اي حاجه عشان تنصر ناديها. فالمشهد رهيب والله، يعني انا بجد النهارده يعني اتاكدت ان مفيش اعظم من جمهور النادي الاهلي، وان جمهور النادي الاهلي هو عاشق لناديه لدرجه لا يمكن وصفها. وعايز اقول لحضرتك كابتن شادي، انا دلوقتي كنت لسه براجع وسائل الاعلام المغربيه نقلت الصوره وصدى اللي حصل النهارده
عامل رد فعل رهيب جدا وعمل ضغط فعلا على فرقه الوداد. في تصريحات بدات تخرج من مسؤولين الوداد منهم المدير الرياضي النادي الوداد، قال ان احنا عارفين ان الاهلي حديد بس احنا نتمنى ان احنا يعني جماهيرنا تتفاعل مع الصور اللي احنا جايلنا من مصر ويكونوا على مستوى المسؤوليه ويحاولوا ان هم ياثروا على لعيبه الاهلي في الملعب، بعد لما طبعا هم طبعا مخضوضين دلوقتي من المشهد اللي شافوه، لان عرفوا ان هم هيواجهوا فريق جماهيره زي انت ما بتقول كده يا كابتن، لو في تجمع يكفي مليون واحد هيجوا، يعني لو في مكان يسع مليون او 2 مليون اهلاوي باذن الله يكونوا حاضرين لمسانده فريقهم. استاذ احمد الخولي انا بشكرك شكرا جزيلا على اللي انت بتقوله. استاذ احمد دايما هادي وتتعامل معاه هادي، شايفين الحماسه؟ هتلاقيه لسه مروح من شويه، لان المشهد انت لما تعيش فيه مش زي لما تتكلم كمان. يعني انا بحاول اكون هادي، بحاول عايز انقل لكم بنفس الحماس، بس ده كلامي اللي انا باكده لحضراتكم. استاذ احمد الخولي كان موجود من اول دقيقه لاخر دقيقه، راجل بيغطي كل حاجه، فشايفين الحماس. تخيلوا اللاعبين بقى يبقى عامله ازاي بعد المشهد ده. كمان خلونا نروح بسرعه لسياده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. سياده اللواء برحب بحضرتك. كابتن سيد ازي حضرتك؟ اكيد حصل حضرتك على المشهد الاكثر من رائع من جماهير النادي الاهلي، لبت الطلب مجلس الاداره واللاعب والجهاز الفني واللاعبين اللي يبقوا موجودين. كمان اللي انا عايز اقول لحضرتك اكيد اتكلمت مع الكابتن حسام، اكيد اتكلمت، احساسهم ايه يا سياده اللواء؟ لا انا يعني كنت قاعد مع الكابتن حسام قبل التدريب وطلبت منه، يعني كنت بحاول ان انا استعجل شويه لان كان في محاضره، فقلت له الاعداد بتزيد، فقال ان احنا نقدر ننزل على طول. هو الحقيقه لغب محاضره ونزل على طول باللعيبه. طبعا اللعيبه ما كانوش متخيلين المنظر غير لما نزلوا ارض الملعب. ما اعرفش حضرتك كنت معانا في الملعب ولا لا، انه ما فيش 5 متر حتى يتمرنوا فيها، بس هم كان الكابتن حسام مصر انه لازم ينزل عشان يحيي الناس بتوعه اللي جوله. ما ينفعش ان احنا ما ننزلش، فاهم؟ التمرين اتلغى، التمرين بعد كده كان في الجيم، بس الفايده اللي عادت على اللعيبه اهم بكتير قوي من التمرين. دي احلى تمرينه في الدنيا. اللعيبه الحقيقه كانت في منتهى السعاده، الناس كلها حست قد ايه المسؤوليه كبرت على اللعيبه، حسوا الناس دي ما ينفعش ان شاء الله ان احنا نرجع معناش الكاس بتاعنا. فالحقيقه يعني لا، كان مظهر جميل جدا، كان حاجه مشرفه جدا، وده جمهور النادي الاهلي. يعني انا شخصيا مش متفاجئ، يعني انا عن نفسي ما اتفاجئتش، يعني سيادة اللواء معلش هاخدك لحاجه، يعني اللقطه الانسانيه اللي عملها جمهور النادي الاهلي، يعني انا هروح لك برضو لحاجه انسانيه. حضرتك في شكل جماهير بالشكل ده وعدد غفير جدا جدا، وانا قدام الناس هقول لك بكل صراحه، شفت اولاد حضرتك بتوقفهم مع الجماهير ويدخلوا يشجعوا، ما عايز اعرف ليه. لا انا خلي بالك برضو عشان الناس، يعني لو ما تعرفش انا اولادي بنات، يعني انا بناتي اللي كانوا واقفين بيشجعوا اللي كانوا واقفين مع الجمهور، هم يعني هم اتفقوا في بيت كله اهلاوي، هم اهلاويه جدا، وطلبوا مني على الرغم ان انا يعني خدت الريسك زي ما بيقولوا انه البنات تبقى موجوده، بس خليتهم يجوا وخليتهم يخشوا ويقفوا جوه ويشوفوا الناس ويبقوا عايشين في وسط الناس، لان هم دول اهلاويه زي كل الاهلاويه اللي في المدرج. قالوا لك ايه؟ يعني هم قالوا لك ايه؟ لا منبهرين جدا، ويعني شايفين حاجه بيقولوا لا ما احنا ما شفناش. يعني انا عندي يمكن البنت ساره كانت بتعلم بره، جت شافت ماتشات بره، بتقول لي المنظر ده انا مش شفتوش قبل كده. تدريب كده لا، ماتش لكن تدريب لا. مفيش اي فرقه في الدنيا تدريبها بيبقى عامل كده. وانت لفيت وشفت وسافرت وشفت فرق بره، لكن انا ما ان تدريب يبقى كده ده حاجه يعني بالنسبه لنا، يمكن احنا متعودين، انت متعود انا متعود، لكن اي حد ما بيشوفش لا، حاجه مش منظر غير طبيعي، حاجه مش عاديه يعني. بس هو ده جمهور النادي الاهلي، برضه في الاخر ده جمهور النادي الاهلي. طيب هسالك زي نجومنا بالظبط، انت من المعسكر الاهلاوي، من الناس الاداره التنفيذيه داخل النادي الاهلي، بتبقى شايف الوضع، مريت بمواقف خلال سنين طويله مع النادي الاهلي. الاهلي يقدر، وده سؤالنا اللي دايما هنساله في الحلقه اللي فاتت سالناه لكل نجومنا، وبسال حضرتك النهارده، الاهلي قادر ان شاء الله يقدر يعملها من هناك ويرجع لنا بالكاس؟ بص حضرتك، انا يعني انا اهلاوي من اول ما اتولدت، ما كانش في مره عندي شك في فرقتي، يعني عندي ايمان في فرقتي قوي جدا، بس ده ما يمنعش ان احنا عارفين الماتش صعب، الماتش مش سهل، الموضوع هناك برضه ما هوش سهل، واللعيبه عارفه كده،
واحنا لسه قريب يعني لعبنا هناك وانا كنت موجود معاهم في الوداد. لا الجمهور برضه هناك مستاهل، فبس ولادنا عندهم الخبرات ان هم ينزلوا ما يسمعوش المدرج. واحنا يعني انا بتكلم بقى، يمكن انت ادرى مني او الكوره ادرى مني، انا شايف ان المستوى الفني لا احنا احسن. ده وجهه نظري، ممكن تكون صح بس انا مقتنع بيها. احنا فرقه اقوى، احنا فرقه اتقل، احنا فرقه عندنا كره احسن. والمباراه يوم السبت لو يعني في الحظ حالفنا، مش هقول الحكم، مش هعلق على الكلام ده، لكن شايف انه يعني زي ما بيقولوا كده في لغه الكوره ما كانتش عايز، يعني مش ما كانتش عايز. طيب يعني الحمد لله. الحمد لله. سياده اللواء، هخرج من المشهد ده، احنا اتكلمنا فيه قبل ما ادخل الهواء على طول، جالي اتصال تليفوني من داخل النادي الاهلي من احد مصادرنا، وانا عارف اللي هو اتكتب، لكن احنا انا جالي تليفون ما كنتش شفته، لان اكيد بعد ما تخلص التدريب هتبقى سايق، مش شايف، مش هتتابع وانت سايق في الطريق. بس خليني ادخل في الموضوع على طول مع حضرتك. المهندس محمود طاهر، حضرتك قلت له للكابتن محمود الخطيب طلب اللي هو يسافر مع الفريق، فالمهندس محمود طاهر قال لحضرتك اللي حضرتك تسهل الاجراءات للكابتن محمود الخطيب. الكلام ده حصل؟ هو كابتن محمود الخطيب اتصل بيا وانا يعني في اواخر التدريب او في اواخر الزحمه اللي كانت حاصله، وقال لي انه يعني ان انا اتواصل مع باشمهندس محمود طاهر لان هو عايز يسافر يقازر الفريق، وانه بالنسبه للتاشيره وال يعني الاجراءات وبالنسبه للمكان ده في الملعب هناك. كلمت باشمهندس، طبعا انا بكلمه يعني لمجرد ان انا بوصل رساله، بس انا عارف ان الاجراء هيتم يعني، او عارف كابتن محمود طبعا له وضعه ولو اسمه عندنا كلنا. فانا اول ما كلمت الباشمهندس قال لي وانت بتسالني ليه؟ كل اللي هو عايزه تعمله له فورا وتسهله كل اجراءاته، وطبعا مكانه موجود في المقصوره، راجل له اسمه كابتن محمود الخطيب. وانا اتصلت تاني بالكابتن محمود الخطيب وقلت له، وهو الحقيقه قال لي انا يعني يظهر انه في حد برضه، حد تاني كان يعني بعد ما كلمني على طول خد منه جواز سفره وهيجيبوا له تاشيره، وبالنسبه لهناك طبعا كل حاجه ميسره ليه ان شاء الله. يعني زي ابن النادي الاهلي، راجل يعني اسم مش 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 ما هوش اسم في الكوره بسيط. فان شاء الله هيبقى له مكانه وهيبقى يأذوا الفرقه، وان شاء الله يرجعونا بالكاس كلهم ان شاء الله. اصل هو ده النادي الاهلي اللي انا اعرفه، هو ده النادي الاهلي الكبير قوي، هو ده النادي الاهلي اللي احنا بنتكلم طول الوقت. ادي موقف بسيط، أو أنا من وجهة نظري شايف اللي هو بسيط جدا، بيظهر معادن الناس، لكن سمسرة الانتخابات والكلام ده كله طبعا مش هيعجبهم الكلام ده. حضرتك يعني يا ريت الناس اللي بتكتب، يعني أنا برضه يعني ملوش علاقة بالموضوع، أنا اتفاجئت بعد ما دخلت مكتبي إن في ناس ابتدت تكتب أدي التنظيم وكسروا النادي ومش عارفين إيه، قول لهم مالكمش دعوة، إحنا قابلين، ده جمهورنا ومالكمش دعوة. بتكتب كده ليه؟ يعني انت ايه الغرض من اللي انت كتبته ده؟ مش عارفين ينظموا، يعني الموضوع تحول الى انتخابات. كابتن محمود الخطيب بيتكلم الراجل وقال اسم محمود الخطيب قليل، ما يقدرش ان هو يعمل الفيزا ويوضب لنفسه مكان هناك، وكل الناس هترحل في المغرب. ويعني ما يعني زي ما بقول لك ما هوش اسم مغمور يعني. يعني اي حد، الراجل برضه كلمني وتواصلنا مع بعض ورتبنا كل حاجه، يعني اقصد هو ده النادي الاهلي. انتخابات مش انتخابات، هتخلص انتخابات وهنفضل كلنا اولاد النادي الاهلي، كلنا في نادي واحد، كلنا اصحاب، كلنا اخوات. موضوع منافسه شريفه عاديه جدا. مش عايزين الناس اللي من بره بقى تخش، اللي هم مش من النادي الاهلي، يعني الناس اللي مش جوه النادي الاهلي واللي من التبرع بمحاوله ان هم يعملوا فيلم ويعيشوا فيه. الفيلم ده لا عندك باشمهندس محمود طاهر ولا عند الكابتن محمود. طب بلاش الافلام دي يعني، بلاش كده يعني اللي بيحب النادي ما يعملش كده، او يعني اللي بيدعي انه بيحب، بيدعي نبطل بقى القصه دي، كفايه بقى. تمام سياده اللواء شيرين شمس، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كلام حضرتك، وقبل ما اتكلم عايز اقول نقطه مهمه جدا قبل ما ادخل الهوا. زي ما قلت لحضراتكم انا عرفت بالموضوع، هم دول ولاد النادي الاهلي المحترمين، هو ده النادي الاهلي اللي انا اعرفه، هو ده المبادئ اللي انا اتعلمتها، هو ده كل حاجه كويسه عايزين تقولوها قولوها. انا كنت هتكلم بعد شويه بس مش عايز ابعد ما دام سياده اللواء قال مين يقول اي نجم من نجوم النادي الاهلي ونجم كبير بحجم الكابتن محمود الخطيب لما يطلب حاجه زي كده
فالمهندس محمود طاهر يكلم اول ما يعرف على طول يكلم اللي هو شيرين شمس يسهل الاجراءات. طبعا في ناس هتطلع تزايد بقى زي ما احنا شايفين الامور الصعبه اللي بنشوفها. هي دي روح النادي الاهلي، هي دي ريحه الاهلي اللي احنا نعرفها. لكن اللي بيعبسوا ليل ونهار وكل يوم كل يوم بقى دمهم تقيل وريحتهم بقت نتنه، والله ما عندي كلام اقول، عندي كلام اصعب من كده بكتير. وكنت النهارده جايين نعرض لحضراتكم امور كتير جدا جدا، بس قلنا لا، الاهلي اهم، الاهلي اهم اللي احنا نشحن بطاريات فريق عملنا وجماهيرنا ولاعبتنا وجهازنا الفني، نشحن كلنا ونقول الاهلي يقدر والمستحيل ليس اهلاوي، كل ده نقوله لان ده الاهلي العظيم الكبير اللي خيره علينا كلنا، مفيش حد بيمن على النادي الاهلي. والله انا احيانا لما بتكلم هو كلام قدامي مكتوب، بس بلاقي مشاعري معاكم ومع جمهور الاهلي البسيط المحترم اللي انا شفت عدده النهارده اللي جاي من كل حته. انا جاي لي رساله مصمم اللي انا اقولها، بيقول السعيد كلها كان يتمنى يجي يساند النادي الاهلي. السعيد دول على راسنا من فوق، السعيد دول رجاله طيبين محترمين واهل كرم. طبعا الشرقيه هتغير والغربيه هتغير والكلام واسكندريه هتغير، لكن كلكم جدعان وكلكم اهلاويه في كل مكان، انا بحبكم وبحترمكم. المشهد انا لخصت لكم النهارده الصوره الجميله، وعارف اللي فيه البعض اللي عايز يقلبها انتخابات، مفيش نظام، بصوا الاصابات و و و، ما تبصش لده دلوقتي يا اخي. الحبر اللي زياده معاك شيله شويه في جيبك لغايه لما الاهلي يكسب، خليه الكلمتين حلوين، خليه وانت بتقول الاهلي يرفع الكاس من المغرب، الاهلي يرجع بالكاس، الاهلي مشرفنا وبيرفع علم الاهلي وعلم مصر الاول. لكن احنا عارفين سماسره الانتخابات في الاعلام وفي الكتابه وفي في ده سيزون، والبحر يحب الزياده. اتكلم بمنتهى الامانه ومنتهى الشفافيه، لكن خلوني عشان دايما بيتهمونا، لكن احنا اولاد اصول وبنفهم في الاصول، ودي حاجه الطبيعي اللي انا ما اقولش كده لان كلنا واحد واولاد الاهلي كلهم واحد. الكابتن محمود الخطيب كل سنه وحضرتك طيب، واحد من نجوم النادي الاهلي، افضل من لمس كره القدم، اهداف ولا اروع، قيمه كبيره داخل النادي الاهلي، انجازات وانا موجود وكابتن الفريق انجازات كبيره وانجازات مهمه. كل سنه وانت طيب كابتن محمود الخطيب، لعيد ميلاد حضرتك ال 63 ربنا يديك الصحه ويبارك في عمر حضرتك. وده الحمد لله ما حدش قال لنا ما تجيبوش اسم الكابتن محمود الخطيب زي ما بيتقال من بعض سماسره الانتخابات اللي بيتقال، اللي احنا نفسي مره حد يطلع فيديو ويقول اللي احنا قلنا اي جمله ما فيهاش اصول وما فيهاش مبادئنا اللي احنا اتعلمناها. لكن احنا الحمد لله عارفين المبادئ الصحيحه وعارفين القيم الصحيحه، عايزين تصدقوا وصدقوا، مش عايزين خلاص. او يعني انا عملت اللي يملى عليا ضميري ومن قلبي وبقناعه يعني بكل حاجه، يعني مش عايز دايما بقول لحضراتكم كشخصيه ما بحبش الاعذار ولا اللي انت تبرر لاي حاجه، لكن بكلمكم من قلبي ولا حد يقدر يمنعنا من اي حاجه، ولكن ده الواجب اللي احنا بنشوفه من وجهه نظرنا. عايز اتكلم في امور كتير جدا، بس قبل ما اتكلم في اي حاجه كالعاده، اللاعبين مهم جدا في مباريات ما ينفعش فيها الكلام الكتير والحافز، اوعى المنظر ده يبقى ضغط عليك، بالعكس ده شحن روح معنويه، طاقه ايجابيه، عايز اسعد جمهوري، لازم اخلق لنفسي دوافع. يعني ايه اخلق لنفسي دوافع؟ يعني لو كل لعيب نزل، انا الناس اللي موجوده دي والملايين في الاهلاويه اللي هيبقوا بيتفرجوا على المباراه، انا هسعدكم، انا هقاتل جوه الملعب. في بعض الاصابات موجوده زي علي معلول وصالح جمعه وحسام عاشور، ممكن تبقى بعيد، لكن بذكركم بذكر نفسي النادي الاهلي بمن حضر، والنادي الاهلي كل لعيب موجود بيلبس فانيله النادي الاهلي عليه مسؤوليه كبيره جدا 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 جدا، وخصوصا في المواقف دي. اتعب، اعمل اللي عليك، قاتل جوه الملعب، حرر نفسك من اي ضغوط، اخلق لنفسك دوافع، كل لاعب لوحده، وروح الجماعه يتكلم فيها الكبار جوه الفرقه مع المدير الفني.
ده اللي احنا اتعلمناه. وبنقل الصوره تاني زي ماتش الترجي، نزلت قاتلت اول 10 دقايق، اتاخد منك وسط الملعب، جا فيك هدف، الطبيعي اي حد يقول خلاص ويرمي الفوطه، لكن ده الاهلي، ده الاعجاز، الاعجاز بتاع الاهلي. التاريخ بيقول كده، الرجوله يروح الاهلي يفاجئنا ويجي هدفين. ايه ده؟ ده انا مش هفضل اشجعك، ده انا افضل اموت فيك وافضل اقاتل عليك وافضل احبك طول عمري واعلم ولادي انا وكل الاهلاويه، كل الاهلاويه قد ايه يا وانت بتكلم ابنك، بص شوف التحدي، بص شوف الاصرار والعزيمه والفخر، وانت اجيال عماله تسلم اجيال مئات السنين اللي الاهلي بيعمله ده، مفيش غير الاهلي بيعمله، دي الحقيقه. فمن هنا اللعيبه تاخد الكلام ده بحافز قوي، بتشحن نفسك، انا هعمل اللي عليا، انا هقاتل. وهو اللي انا عايز اقوله، ما بحبش اعمل ربط، لان كل جيل له ما له وعليه ما عليه. يعني مباراه الصفاقس اللي انتوا حضراتكم دايما بتقولوا المباراه الشهيره اللي الاهلي كسر فيها القواعد اللي كل الاهلاويه كانوا متوقعين ان الاهلي ما بقاش موجود، انا هذكر حضراتكم، عارفين مباراه الصفاقس؟ نجمنا محمد بركات ما كانش بيلعب، محمد شوقي ما كانش بيلعب، عماد النحاس ما كانش بيلعب، ثلاثه ياثروا على اي فريق. وبص الثلاثه مين؟ عمود فقري، عماد ورا، شوقي في النص، بركات في الشق الهجوم. طب هتكسب؟ هتكسب ازاي وانت عندك ثلاثة مهمين؟ لا، يبقى انتوا ما تعرفوش الاهلي. انا مش عايز اعمل ربط لان الجيل غير الجيل وفي حاجات كتير بتتغير، طرق اللعب وحاجات كتير جدا، لكن كل رجاله، لا، الاهلي بمن حضر. انا يعني بقول لحضراتكم حاجه للتاريخ كده بسيطه، ثلاثة، محمد عبد الله كان بيلعب باك رايت، ما كانش بيلعب مباريات كتير، خرج ونزل اسلام الشاطر الشوط الثاني. اكوتي ما كانش بيلعب مباريات كتير لثقافه معينه واستراتيجيه كانت اتقالت للعيبه، نزل اكوتي اخذ انذار فمستر مانويل خاف عليه، طلع اكوتي ونزل متعب قدام، متعب كان احتياطي في مباراه الصفاقس او على دكه البدلاء ونزل، والاهلي يرجع بانتصار ويرجع بالكاس. فهو ده اللي طول الوقت تلاقي تفكيرنا وعقولنا بتقول اللي الاهلي يقدر، يقدر، مفيش مستحيل، او المستحيل ليس اهلاوي، طبعا مستحيل ليس اهلاوي، لان الاهلي لعبته رجاله ومعاه جهاز فني محترم. انا ليه حكيت دي؟ عشان في اصابات، لكن بالتحدي والاراده والعزيمه والقوه الاهلي يقدر. وانا عارف بقول كويس، الترجي فنيا كان اقوى من فريق الوداد كتير جدا، اقوى خط وسط في البطوله كان الترجي، انا بكلمكم بمنتهى الامان. والاهلي بالتحدي والاراده والعزيمه كسب، وبشحن جماهير. فربنا يوفقنا، ولعيب عليكم مسؤوليه كبيره جدا جدا جدا، من غير ضغوط، من غير ضغوط، من غير ضغوط، لازم ابقى هادي جدا في المباريات دي، اتحرر من اي حاجه. اللي عنده واجب يخليه ثلاثه 90 دقيقة فيهم بطولة، شوط أول خلص سيبه خالص، سيبه، انساه، انساه كأنه مش موجود، وفكر في هكسب، لازم أكسب عشان أرجع بالكاس. هو ده اللي يشيل من عليك الضغوط، اللي أنت تنسى المباراة الأولى. باستراتيجية كمان أكيد، وطريقة لعب يحطها الجهاز الفني، ده كله إحنا عارفينه. ولكن المشهد النهاردة أنا بقول لكم هيرعب المنافس. المشهد من جماهير النادي الأهلي، الصورة بتروح وإحنا في ظل السوشيال ميديا وفضائيات كتير جدا، اكيد وصل المشهد، فهتلاقوا في حذر، في ترقب، لان النادي الاهلي مش بالفريق السهل. ولما نرجع للتاريخ شويه، جاب بطولات كتير جدا خصوصا في افريقيا من خارج الارض، وافتكروا كلامي ده. عشان كده مطالب طول الوقت كبرنامج تفاؤل، ان احنا نادي كبير، نادي عظيم، بجمهوره، بلاعبته، بادارته، بجهازه الفني، نادي كبير قوي، احنا محترمين قوي، وفي المواقف الصعبه بنبقى رجاله قوي. ده كان مهم جدا في البدايه نوضح الصوره والمشهد اللي امام حضراتكم. النهارده كان المفروض فقره الصندوق الاسود، ما ينفعش واحنا بنتكلم في حافز ومنظر جماهير زي ده من وجهه نظري، لازم لا نعمل ستوب شويه،
وكل حدث حديث، الاهلي اهم، بس في حاجات استوقفتني اسمحوا لي هناقشها مع حضراتكم كالعاده، عشان انا قلت لحضراتكم طول الوقت لازم تبقوا في الصوره. البعض يطلع يزايد، البعض يطلع يكذب، البعض يطلع يقول مش حقيقه، خصوصا اللي فيه ناس عاشت سنين طويله حياتها في انتخابات. احنا مش بتوع انتخابات، ولا في يوم هنبقى بتوع انتخابات. لكن عايز اوضح امور كتير جدا لحضراتكم، ومش هعرض فيديوهات كتير، ومش هعرض الكلام ده، بس عندي نقطتين ثلاثه هتكلم فيهم عشان احط حضراتكم في الصوره، عشان لما بتكلم مره واثنين وثلاثه ومليون بقول لحضراتكم كلام مهم. لما اقول لك حاجه انا كبرنامج اعوذ بالله من كلمه انا، بلورها جوه دماغك وفكر فيها وشوف اللي احنا بنقوله واطلع بمنتج. ما بقولكش صدقني على طول، ما بقولكش اللي انا منحاز، ما بقولكش اللي انا بنافقك، ما بقولكش حاجات كتير جدا، لكن بقولك اسمعوا الكلام اللي احنا بنقوله وشوفوا اللي بيحصل في البرامج التانية، هتعرفوا مين اللي بتاع مصلحته ومين اللي حيادي ومين اللي بيحترم نادي. هعرض صورة سريعة او فيديو سريع ونعلق عليه، بس عايزكم تشوفوه. المهندس خالد عبد العزيز لما ظهر، لا في فيديو موجود، الفيديو المهندس خالد عبد العزيز وهو موجود داخل النادي الاهلي، والراجل وضح هو موجود ليه، والراجل وضح الحاجات اللي كانت موجوده قبل كده واللغط، ورايح يساند. قبل ما اعلق وهقول من غير ما اعرض فيديوهات النهارده، انتوا اكيد عارفين اتقال ايه، نروح نشوف لما راح الراجل راح ليه واتكلم مع مين وكل التفاصيل نعرض مع حضراتكم. بشكر اللي بعت لنا الفيديو من احد اعضاء النادي الاهلي اللي انا بشكره شكرا جزيلا، عشان ندي الناس حقها. نروح نشوف الفيديو ده ونرجع لحضرتك. انا جمال يا ضغط ذكره، انا كنت ذكره ما برضاش يديني ورد، والله ما اداني، ما ادانيش ورد تذكره. انا سال بس قال لي الفرقه مران الصبح وسهل يا سهل. زياره معاليك يا فندم للنادي الاهلي اليوم بتمثل ايه يعني؟ وطبعا يعني دعم حضرتك الدائم للفرقه المصريه اللي بتشارك في البطولات القاريه بالذات. والله يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يفرح مصر كلها زي ما فرح ماتش النجم الساحلي. كل التوفيق للنادي الاهلي وفريق النادي الاهلي، هتبقى حاجه عظيمه باذن الله الاهلي يفوز بكاس افريقيا ويوصل لكاس العالم انديه في الامارات في شهر ديسمبر، وتبقى سنه 2017 كده سنه رائعه كده، مصر وصلت فيها لكاس العالم في روسيا والنادي الاهلي يوصل كاس العالم في الامارات. اعتقد ديت ان شاء الله هتبقى يعني حاجه تعوض الشعب المصري عن بعض الظروف الصعبه اللي بيمر بيها، واحنا واثقين في النادي الاهلي وخبرات لعيبه النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه اللي وفر كل الدعم للفريق وقدر يعني الحمد لله يوصل بالنادي الاهلي المباراه النهائيه، وان شاء الله باذن الله خبره النادي الاهلي تحسم المباراه النهائيه ان شاء الله. زارت معاليك يا فندم بتمثل دعم الدوله للنادي الاهلي النهارده؟ طبعا النادي الاهلي بيمثل مصر كلها في هذه البطوله، النادي الاهلي صاحب اكبر شعبيه وهو اكبر عدد من البطولات، وطبعا نتمنى باذن الله ان الكاس تبقى مصريه والنادي الاهلي ان شاء الله يرجع بيه في الطياره من المغرب باذن الله، ويبقى برضه في نفس الوقت مع الاحتفال بمنتدى الشباب الدولي اللي هيتعمل في شرم الشيخ ابتداء من يوم 4 نوفمبر اللي هو ميعاد المباراه بتاعت النادي الاهلي في كازابلانكا. اتمنى باذن الله ان النادي الاهلي يرجع لنا بالكاس ونحتفل بيه ان شاء الله في سياده الوزير. نعتبر زياره حضرتك النهارده تصفيه للاجواء ما بين حضرتك وفتره الشد والجذب اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت ما بين الوزاره وما بين النادي الاهلي. انا عايز اكد بس لحضراتكم ان انا شخصيا على المستوى الشخصي والمهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والساده اعضاء مجلس الاداره عمرنا ما كان في بيننا اي مشاكل، وكنا على تواصل مستمر. الراجل اتسلخ، هتقول لي بتدافع النهارده؟ مش هدافع ولا اقول حاجه، انا عند موقفي. ما بنعرفش يبقى لينا مصلحه يبقى الدنيا زي الفل، وما بنعرفش يبقى المصلحه تخلص يبقى الدنيا جميله ومبروك يا سياده الوزير وشكرا يا سياده. انا قلت لكم مش شخصيتنا، لكن اللي استغربته اللي برضو بيتقال او استغربت له ان اتقال ده
ده انت الراجل ده انت كنت بتتقطع في قناه النادي الاهلي. يا عم قناه النادي الاهلي دي يا عم مالهاش مصلحه، ما تحطش وراها اعلانات. اعلانات نازله في الانتخابات. قناه الاهلي ما بتشتمش حد بالمناسبه. قناه النادي الاهلي بتظهر او 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 بتبين لكل الجمهور، وانا قلت لكم اسمعوا الكلام وفكروا فيه. ده دوري اللي انا اقدر اقوله للساده المشاهدين او جمهورنا اللي بيتفرج علينا. جمهور النادي الاهلي بيحترم اللي يحترمه. جمهور النادي الاهلي عايز الحقيقه. انا قلتها من خمس حلقات وهقولها لكم النهارده، انتوا اللي بتخلوني اعمل كده، انتوا اللي مقويني يا جماهير النادي الاهلي يا محترمه. مش عاوزين الكلام ده ابعتوا قولوا مش عاوزين، والله هقرا بالاسماء واقول بتبعت لنا لا نعمل لكن احنا النهارده عشان ابين لكم حاجات كتير لازم تبقوا فاهمين الكلام اللي قاله سياده الوزير خالد عبد العزيز. انا مش هتكلم صح ولا غلط، لانه في الكلام الراجل قال لك ايه؟ قال لك لا ما كانش فيه مشكله، ده مجلس اداره النادي الاهلي عملها على يومين عشان يريح اعضاء جمعيته العموميه. الكلام ده ما كانش بيتقال وقت المشكله، لكن جاي يشكر او جاي يساند النادي الاهلي عشان عنده مباراه في افريقيا، اللي هي المقابله دي كانت قبل المباراة الوداد المغربي داخل النادي الاهلي. بعدها بسنتين نفس الاعلامي ينزل بقى على الصفحات والسوشيال ميديا وشويه الجنود المجنده دي، شويه العيال دي اللي بيستخدموها في التليفونات وبيستخدموها على يجروا بسرعه ومسكوا الراجل دغدغوه. مش مشكله ماليش دعوه برضه مش شغلتي، لكن لما هنا بقى الفكره لما بتختلف المصالح بيبقى وحش. لما اتحاد الكوره ما عملش انتخابات بيبقى وحش، يا اما لا ملوش دعوه سياده الوزير ويبقى اللي ليه سبب اللجنه الاولمبيه. يا عيني ده ضحيه ده لوحده، ده قصته قصه يا عيني. فاهم او فاهمين حضراتكم دي اللي انا عايز اقوله. عايز اقول بيقول لك ازاي، انا فاكر الجمله كويس قوي مش هعرض فيديوهات، ازاي الوزير الشباب والرياضه يروح والفريق مسافر وهو في اسكندريه؟ ايه يا بيه انت وهو؟ ده النادي الاهلي، ده النادي الاهلي فوق انت وهو، لو حاولتوا تضعفوه التلات اربع سنين اللي فاتت فوق انت وهو. مش هيستمر الكلام ده، مش هيستمر اللي حاولتوا تضعفوه عشان مصالحكم. بقى وزير الشباب والرياضه عشان جاي النادي الاهلي يقول شدوا حيلكم للمفروض اللي بيدير النادي رئيس النادي دلوقتي المهندس محمود طاهر يروح يقابله، يبقى ازاي ما تروحش للفرقه؟ الفرقه في اسكندريه راح ليه؟ يبقى مؤامره؟ عشان انت التفكير ده بتاع المؤامرات وجو اللي هو ما فيهوش نظافه. انا بكلمكم بمنتهى الامانه والله، انا صريح معاكم جدا بالمناسبه. انا مش عايز اطول عشان في ماتش، انا مش عايز اطول في الكلام ده النهارده، بس كله بيجمع والحساب بيجمع زي ما بيتقال. فبقى الوزير عشان راح بيقول شدوا حيلكم، انا مش بدافع تاني، مش بدافع، انا بقول الحقيقه اللي انا شفتها، اللي انا شفته شدوا حيلكم النادي الاهلي ومش عارف ايه وبتاع. لما يجي للقلعه الكبيره قوي اي حد يتشرف هو داخل النادي الاهلي، اي حد النادي الاهلي ده حاجه كبيره قوي عندنا، حاجه كبيره قوي. فجاي النهارده راح تقابل ليه والراجل ده دغدغ وكل حاجه عند المصالح، وفي الاخر يقول لك ايه؟ ده الراجل ده كاتبين مقاله شفتها عشان الراجل راح قال شدوا حيلكم النادي الاهلي، قال لك مش توقيت وانتخابات ومش عشان نواياك وسمسره الانتخابات. هم نفس الناس ونفس ال 15 20 واحد دول اللي عايزينها نار. هتكلم بعد شويه، لكن خلونا مع مبادرتنا اللي هي اهم من اي حاجه، الاهلي يقدر والمستحيل مش اهلاوي. خلوني ارحب بواحد من ولاد النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي كابتن ربيع ياسين. برحب بحضرتك كابتن ربيع. اهلا بيك كابتن شادي، منور ومتالق والنهارده يوم جميل في النادي الاهلي بصراحه والله العظيم. احنا متفائلين، الناس كان لازم تشوف جمهور النادي الاهلي الاصيل الحلو الجميل ويشوف الجو العام والترابط والحب وكل حاجه كويسه. عندك حق يا كابتن، عندك حق. بس قبل ما ادخل على الكلام ده، انا افتقدتك النهارده في فرقه الشمس يا شادي، عشان انت فرقت لعيب محترف وبتديك اللي انت عاوزه. خدت نقطه بالعافيه النهارده، عدم وجودك فرق كتير وكميه سالت عليك كتير قوي النهارده، سالوا عليك كلهم والله العظيم. كابتن ربيع خليني اقول لحضرتك، انت اخدتني لحم ورميتني عظم،
جبت لي اصابه الاسبوع اللي فات ولا بعتني للعلاج الطبيعي ولا بعتني لاي حاجه خالص. انت من اخلاصك للفرقه من اخلاصك النادي بتلعب حتى في الخماسي بشجاعه وبقوه وباصرار وباراده وقدمت عرض رائع ويكفي تشجيع الجمهور الاسبوع اللي فات شادي ليك يكفي ماشي يا كابتن خلاص حنسى كابتن ربيع خلاص. خليني كابتن ربيع هسالك احنا مبادرة لكل نجوم النادي الاهلي تدخل معانا، اللي عايز يدخل ده بيتكم ادخلوا وعبروا عن مشاعركم وقولوا المشهد الجميل الاهلي يقدر يا كابتن ربيع. بفضل الله بفضل الله ثم يقدر ونطلع. احنا الحمد لله انا ما بتكلم بقلب جامد، والدليل الحمد لله عندك السنين اللي فاتت كان في السيناريو ده متكرر اتكرر اكتر من مره، اتكرر في كل الثمانينات واتكرر في عهدكم يا شادي، واتكرر لسه في 2012 و2013 و2014 ولسه متكرر من ثلاث اربع اسابيع مع الترجي ومتكرر مع النجم. ليه؟ الاهلي ده حاجه كبيره جدا. الاهلي بمن حاضر يا شادي لا يفرق مع الكيان، خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى حافظه وصاينه، ادي واحد. ثم الكيان بيعرف يربي اولاده كويس، بيربيهم على ايه؟ على الرغبه والانتصار والاصرار والاراده والالتزام والحب. فانا فنيا الحمد لله عندنا اللي يقول يخلينا ان احنا ان شاء الله نتكلم بقلب جامد فنيا توفيق الله سبحانه وتعالى. لكن فنيا عندك النهارده عندك حارس مرمى، عندك خطدار، عندك وسط ملعب، عندك فراوده، عندك مدير فني الحمد لله بيعرف يتعامل في افريقيا كويس قوي، عندك اداره واقفه بكل ما تملك من قوه وموجوده في ظهر الجهاز الفني وظهر اللعيبه، عندك جمهور عظيم النهارده يا شادي. ايه الجمهور العظيم ده؟ ايه الجمال ده؟ وايه الحلاوه دي؟ والله العظيم احنا متفائلين جدا بفضل الله، ثم الحب والترابط والانتماء والرغبه في سعاده الشعب المصري. ان شاء الله كلنا امل في اللعيبه وسام البدري ان يقدمونا مباراه كبيره ويرجعوا يا شادي بالكاس ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله. كابتن ربيع انا 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 بشكر حضرتك على الكلام الجميل ودعمك وحبك لفرقتك وناديك طول الوقت. كمان متفائل يا كابتن ربيع؟ متفائل لان برضو انا لما بتفائل بقول متفائل ليه؟ متفائل لان انت عارف ان اللعيب عارف عليه تركيز، يعني التزام طول عمر، وفي اكتر من 2-2 مع الترجي ونور احنا نكسح الدنيا، اكتر من 1-1 مع الصفاقس، في حاجات والترجي قبل كده. متفائل لان المنظومه خلي بالك يا شادي ماشيه صح. عندك الحمد لله لاعب بديل ما يقلش عن اللعيب اللي خد بالك اللي بتدي حسام، عندك كاس فني، عندك مرت عليه مواقف دي كتيره جدا جدا، انت عارف عندك قدرات فنيه رائعه خاصه تقدر بقبل الله تحسب في اي وقت يا شادي ان شاء الله. عشان كده بتكلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم الاسباب اللي انت بتدور عليها موجوده، لعيبه زائد جهاز فني، جهاز فني زائد لعيب، فدول موجودين. احنا هنا موجودين في مصر بالدعوات بفضل الله ثم الدعوات، وقلبنا طبعا معاهم وهندعي لهم، فكلنا ثقه في ان نجوم الاهلي المحترمين الرجاله اللي شرفونا في الدوري وشرفونا في كاس مصر وشرفونا في افريقيا، وافكرك يا شاهد وابارك لك، وان شاء الله يوم السبت هنحتفل بمشيئه الله يا رب يا رب مع بعضنا في قناه الاهلي بالكاس ان شاء الله. ان عندك رجاله وعندك لعيبه رجاله، عندك لعيبه نظيفه، لعيبه بتحب ناديها وتعشقه، لعيبه محترمه، عندك جهاز فني على اعلى مستوى، عندك اداره رئيس النادي نفسه مع البعثه، ده كله ايه؟ يدل على ان الترابط موجود، ان الحب موجود، ان شاء الله توفيق الله يبقى موجود، والحاجه كويسه موجوده، وهيقدموا لنا عرض كبير ويرجعوا بكاس عشان ان شاء الله يتعامل. ذو الاخلاق العاليه واحد من ابناء النادي الاهلي المحترمين المخلصين كابتن ربيع ياسين، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن ربيع على كلامك المحترم، بس عايز اعلق على مكالمه الكابتن ربيع واقول جمله. كابتن ربيع بطبيعته كشخص واللي عاشره هادي جدا، شفتوا جماهير النادي الاهلي عملت ايه في الكابتن ربيع؟ اخدتوا بالكم من المداخله الحماس والطاقه الايجابيه؟ هو ده اللي انا بقوله. اكيد بتشوفوا كابتن ربيع على قناه النادي الاهلي، واكيد بتشوفوه في اماكن كتير جدا، واكيد كلكم بتحترموه لانه فعلا اخلاقه عاليه، لكن شايفين انا مبسوط الجماهير وصلت الكابتن ربيع، الراجل بيتكلم بمنتهى الحماس، الاهلي مش عارف ايه، الاهلي في ايه والجماهير وهيكسب والاهلي ان شاء الله قادر وعنده جهاز فن، الروح جمهور النادي الاهلي بثت الروح في الراجل اللي اعتزل وراح يلعب فرقه الشمس زي ما هو بيقول، راحت الجماهير، هو شايف الشكل العام فهو دخل على الشاشه وشايف منظر الجماهير، فطاقه هو ده اللي هيبقى موجود في اللعيبه ان شاء الله.
يبقى اتكلمنا في قصه سياده الوزير، ده مهم جدا. وعرضت لحضراتكم المشهد، تعمل بقى كده وتقعد ومرعوب، مش قصتنا احنا. القصه واضحه وباينه، بعيد عن اي انتخابات وبعيد عن الكلام ده خالص. الراجل جه قال كلمتين حلوين، ولما اتسال على موقف اللائحه الاسترشاديه الراجل قال لك الراجل كان بيسهل لاعضاء جمعيه عموميه عشان الدنيا تخلص ومش وقته اللي احنا نتكلم. تاخدها بقى تصورها بشكل تاني وتبتدي ناخد مخرج عشان نهاجم، وناخد مخرج عشان نخليها ولعه. هي طول هو المطلوب اللي هي تبقى ولعه طول الوقت. طيب انا عجبني كلام للدكتور ياسر ايوب، وهنا هاخدها مش من شق اللي هو في المركز الاعلامي في النادي الاهلي عامل شغل محترم، ولا هاخدها من ككاتب صحفي كبير كتب كلام مهم جدا هقراه لحضراتكم عشان عندي تعليق. اسمعوا الكلام اللي الراجل كتبه، مش انا اللي كاتبه، وخليه على الشاشه امام حضراتكم عشان تفهموا الدنيا رايحه فين وجايه منين. الدكتور ياسر ايوب بيقول ايه؟ ليس من حق اي اعلامي او اي شخص اخر ان يعلن حياده ثم نجده لا يمارس هذا الحياد مطلقا. واحد، ادي دي نقطه حلوه. طول الوقت فيما يفعله او يقوله او ينحاز اي احد لاي مرشح، ثم فجاه يصور ويغضب وينتفض غضبا ضد كل من هينحاز لمرشح اخر لا يؤيده ويطالبه بالحياد، او يؤكد اي احد حياده ظاهريا دون ان يمنعه ذلك من ترويج اكاذيب وشائعات ضد من لا يؤيده، او ينحاز اي احد لاي مرشح ويرى ذلك حقا طبيعيا له، ثم يتهم كل من ينحاز لمرشحين اخرين بالفساد والبحث عن مصالح ومكاسب ومطامع، وهذا يتحول هذا الحياد الى مجرد ستار يختبئ وراءه كل من لا يعرفون هذا الحياد ولا يريدونه او يتيقونه. صحيح هناك من يعلنون الحياد ويطالبون به ويمارسونه ويلتزمون به بكل قواعده، لكنهم قليلون جدا وغالبا يخفت صوتهم ولا يلتفت اليهم احد. في كل انتخابات رياضيه في بلادنا تتحول بسرعه ومنذ اللحظه الاولى الى حرب تغيب عنها الضمائر والاخلاق، ويجوز فيها استخدام كل الاسلحه والوسائل القبيحه وغير المشروع. الراجل بيقول الكلام ده ليه؟ ابتدت انتخابات، وابتدى في الناس اللي بتشتغل في الانتخابات وفاهمه، في الندوات الاساسيه اللي هي بيبقى عباره عن ندوتين، بيبقى فيهم مايقات وفيهم حاجات كتير جدا جدا جدا. طبعا اللي عايزينها ولع من غير معرض النهارده. انا بتكلم بشكل عام عشان اللي بيزيفوا الحقائق واللي بيقول لك احنا حياديين ويروح اضرب مداخلات مضروبه، اضرب اراء مضروبه، اضرب يدخل جاره اللي تحت وجاره اللي فوق والعماره اللي جنبه يجي يقول لك لا انا الاهلي هبت، الاهلي الاهلي راجع، طب لا ده الاهلي مش هو، ده الاهلي صعبان. يا عم ارحمون يا عم، اتقوا ربنا، اتقوا ربنا. الاهلي ايه بس؟ الاهلي طول ما في جماهير زي اللي انتوا شفتوها ما تخافش على الاهلي ابدا، ولا بالبرنامج ده اساسا. انا بقول لكم عن نفسي عن شخصي، ولا بالبرنامج ده. انا دوري اظهر لك الحقيقه واقول لك، ودوري اقف جنبك وافهمك، ودوري ابقى امين معاك، ودوري اقول لك الحقيقه هي فين، وخلي بالك وحط كيان الاهلي قدامك، ده دوري. لكن طول ما في جماهير النادي الاهلي اوعى تسمع الجمل دي. الاهلي موجود وهيفضل موجود النهارده وبكره وبعد 10 سنين وبعد مليون سنه بجمهوره الوافي وبأعضائه المحترمين وبأي حد يمثله. محدش بيمن على الأهلي، الأهلي هو اللي خيره علينا احنا كلنا، هي دي الحقيقة. فالجمل الفضفاضة اللي تعمل الفتنة دي الشغل عليها زي الفل. واوعوا تفتكروا اللي بيحصل ده الناس مش بتضحك عليها، بل بالعكس الناس بتغضب داخليا وبتحب الأهلي أكتر من أي حد بالمناسبة. اتقوا ربنا في الأهلي. كفايه فتنه بين الاهلي وولاده. عايزينها فتنه ليه؟ عايزينها نار وشطه ليه؟ عايزين تصدقوني؟ وعايزين المشهد، انا قلت لكم فريق العمل موجود بيروح يتحرك في كل اتجاه، وتجينا الصور اعرض على طول للناس عشان تبين لهم، سيبك من الكدابين اللي دايما في وضع المظلوميه مش عارف ايه، النور قطع
ما ده فودة قطع الكهرباء، شد سلك الكهرباء، وفي الاخر الكبار ما عملوش كده. لكن سمسرة الانتخابات في الاعلام وغير الاعلام هم اللي عايزين المشهد ولع كده. عايزين تصدقوني، تعالوا نشوف الصور. اعرض لي ندوة الكابتن محمود الخطيب لو سمحت، الصورة الكابتن محمود الخطيب وهو في الندوة. ومش هعرض فيديوهات النهاردة خالص عشان اثبت لكم ان الكلام ادي الكابتن محمود الخطيب، النور مش مقطوع ولا في اي حاجة ولا في مايك، لان الندوات دي في البداية للبيل اللي كان بيتكلم في الاعلام ده ومش فاهم حاجة. المفروض اللي هو لعب انتخابات كتير، بس ازاي خليها ولعة؟ طول ما هي ولعة الدنيا هتزيد والدنيا هتبقى زي الفل ومش عارف ايه. ادي الصورة من حضراتكم اهو، بنعرض كل الناس بالمناسبة عشان الحياد اللي احنا ده الحياد يا بيه. تعال نعلمك اعلام، تعال نعلمك اعلام. ما ينفعش مرشح نازل في قائمة تحط اعلاناتك في ظهره اهو، دي شبهة هفضل اقولها، دي مش شتيمة يا بيه. اوعى تهيئ للناس وتضحك على الناس تقول لهم قناة الاهلي بتشتم. قناة النادي الاهلي ملتزمة باخلاقيات ناديها، قناة النادي الاهلي فيها رجالة محترمين ولادها الحقيقيين، قناة النادي الاهلي فيها ربيع ياسين وشريف عبد المنعم وقبلهم وليد صلاح الدين وسمير كمونه، كل من لبس تيشيرت النادي الاهلي، وياسر ريان وكتير كتير، مش عايز انسى حد. قناة النادي الاهلي واسامة عرابي اللي في اندية في مصر ما جابتش بطولات قد اسامة عرابي لما ولاده موجودين، بقى عيب وحرام ومخترق وزملكوا القناة. ولما كان في زملكاوية بجد كنتوا مستخبيين تحت الترابيزات وفي الجحور. أنا بتكلم بمنتهى الأمانة بكل قوة، لأن نخاف من إيه؟ نخاف من الناس دي اللي بتطلع تعمل كده وتعمل فتنة. أجمد مشهد عجبني النهاردة وهعلق عليه، اللي المهندس محمود طاهر يكلم اللواء شيرين شمس ويقول له سهل للكابتن محمود الخطيب الإجراءات بسرعة. الله على أولاد الأهلي المحترمين. ويبقى موجود جنبنا في المقصورة، إيه الجمال ده؟ شميت ريحة الأهلي من المنتفعين اللي زمانهم ميتين دلوقتي، هنخليها ولعة تاني إزاي؟ هنخليها نار جهنم إزاي تاني؟ ولا كمان ده غلط؟ ولا كمان ده بنكذب وبنضحك على الناس؟ ولا ولا ولا؟ قناة الأهلي ما بتشتمش حد يا جمهور الأهلي. قناة النادي الأهلي بتخاف على ناديها قوي وبتحترم جمهورها وأعضاء جمعيتها العمومية. يا أعضاء الجمعية العمومية ما تصدقوش البرنامج ده، وأنتوا عارفين أنا أقصد إيه، أوعوا تصدقوا. ومش عايز اقسم تاني على الشاشة، انا في ربنا كلنا هنطلع له وهنتحاسب، كلنا هنموت وهنتحاسب، والنوايا اللي يعلمها ربنا سبحانه وتعالى مش حد تاني، النوايا يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. كلنا خايفين على ولاد النادي الاهلي من اللي بيعملوه ده. ادي عرضت الصورة، طب هات الصورة للندوة اللي كانت في نفس التوقيت في مكان تاني للمهندس محمود طاهر. احنا عرضنا الكابتن محمود الخطيب، المهندس محمود طاهر. في مايك هنا يا جماعه، عايز فتنه ليه؟ مش هتجروا الاهلي نبقى زي اي حد تاني. في مايك هنا يا جماعه في الصوره، انا سؤال، خلي الصوره ارجع هنا، هات لي الاثنين تاني، العبهم لي كتير، وري الناس عشان نوري سماسره الانتخابات بتوع الاعلام، السماسره اللي شغالين مطحنه على النادي الاهلي. انا ما اقدرش اقول غير كده، لان بيخلوها نار جهنم، بيخلوا الناس قاعده شايطه ومفكرين اللي كده بيكسب تعاطف. ايه رايكم؟ هات تاني، هات تاني. في فرق ما بين الجوله، تخيلوا اللي بيقول لكم كده واحد فاهم انتخابات وبياكل على كل الموائد في الانتخابات، كل الموائد كلها. هنا في عكاوي وبالبصل وبتاع للي بيحبوا الاكله دي، والناحية التانية في ديك رومي معاه رز بالخلطة. اقعد كل على كله. والدنيا بتبقى فلة، والكرش يدلدل وزي الفل، بس هي تبقى نار. طول ما هي نار أنا كده هستفيد. طيب، آدي شفتوا حضراتكم في مايكات، في حاجة اسمها جولة. في الأول دي ممنوع فيها مايكات، استخدام المايكات. لكن الندوة اللي هي كل حد يبقى ليه ندوتين، كل مرشح بتتعامل اللي أنت تدعو الأعضاء ومكبرات صوت عشان توصل صوتك ونشوف مين اللي هيقتنع. انتوا بتعبسوا ليه باعضاء الجمعيه العموميه؟ ما تسيبهم يختاروا. عايزين تعملوا مشكله ليه؟ النادي الاهلي طول عمره نادي محترم ما فيهوش الكلام ده. وبالمناسبه تلاقوا اللي بيتكلموا دول عمرهم ما راحوا ورا مرشح ونجح. والله العظيم.
النور اهو زي الفل، ولا فوده موجود ولا شد السلك اللي احنا عشنا فيه ايام سودة الايام دي. الله العظيم حاجه تدعو للاستغراب. بتجردوا الاهلي من اهلاويته ليه؟ دي الحقيقه في الحاجات دي بالذات. هي اللي احنا بنقوله ده يا جماعه بمنتهى العقل. اهو بص انا مبسوط المخرج اللي عمله ده. بصوا يا جماعه ايه رايكم الصوره اهي؟ الايدين بصوا فيهم، ولا مايك هنا ولا مايك هنا. ايه راي حضراتكم؟ مزايده وتتدخلوا في النادي الاهلي وتفكروا ان انت ممكن عضو النادي الاهلي هو راح يختار اللي اختار. انا بقول اهو هو ده الحياد. تختار اللي تختاره. واحكي لكم مشهد اليم. انا بعمل اسقاط في المشهد الاليم ده. قبل كده كان في انتخابات ما بين ممدوح عباس ومرتضى منصور. يلي بتفتكروا التاريخ. البعض الاعلاميين انحاز لممدوح عباس. فاكرين؟ ولا مش فاكرين؟ ايه اللي حصل؟ مش هحكي لان انتوا عارفين كل حاجه. جاي تعملوا الكلام ده جوه الاهلي مش هتعرفوا، لان الاهلي كبير قوي. كفايه فتن، كفايه شق الصف. سيبوا الجمعيه العموميه تختار. لكن ليه الفتن؟ ومرشحين محترمين هنا وهنا محترمين، والكل يقدر يقود سفينه النادي الاهلي الكبير العريق ده. كبير عريق وكل يوم فتن، كل يوم فتن. الريحه الناس شماها وعارفه. مش لطيف. واسمحوا لي مره ثانيه. انا دوري قدام ربنا سبحانه وتعالى لو انا عملت كده يبقى انا بنافق نفسي في اللي انا بقوله. هي ده هو ده الحياد. الحياد اللي ما ينفعش مرشح نازل على احد القوائم واحد واثنين وثلاثه واربعه ويعني ابقى مسلوب الاراده والاعلام في ظهري. ابقى ماشي في خط واحد وكل يوم يقول لي حياد 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 حياد. ايه دي؟ اسمها خالته حياديه وطنط شفافيه اللي انا كلمتكم عنها كتير. والله دي الحقيقه. خالته حياديه دي فله، لكن مش جوه الاهلي. في ناس كتير ما تدوناش زيها. احنا مش كده، احنا عمرنا ما كنا كده ولا هنبقى كده، لان في وعي عند الجمعيه العموميه محترمه بتعرف تختار مين اللي يمثلها وبتعرف تختار مين اللي يحقق لها طموحاتها. لكن مش بالضغط 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 والكذب والكذب كل يوم. سيبوا الاهلي في حاله. وكفاياكوا بقى الناس اللي هي بتحب طول حياتها عايزاها ما عايزينها معركه. الاهلي تاريخه الانتخابي حاجه محترمه وهدوء وجمال وفله والدنيا ماشيه بهدوء. لازم معركه، لازم معركه. ما تبعد عن الاهلي يا اخي، يا اخي ابعد عن الاهلي يا اخي، يا ابعدوا عن الاهلي يا اخي. تاني ابعدوا عن الاهلي. الاهلي مش زي انديه كتير يطلعوا ويشتموا بعض. انتوا ليه وبعدين كل يوم الحق يروح ياخد لك عيل صغير تروح تتفرج على صورته في السوشيال ميديا تلاقيه ماسك شيشه، ده بيشتم الكابتن محمود الخطيب. يا بيه انت بتجرنا الكلام فارغ ليه؟ قله الادب دي. الكابتن محمود الخطيب ده قيمه كبيره قوي وانجازاته كبيره قوي واسم كبير قوي في عالم كره القدم. والله دي الحقيقه وبقولها بنيه خالصه. والمهندس محمود طاهر برضه عشان ما نتكلمش على حد لوحده، راجل محترم وتعب واشتغل وحقق بطولات للنادي الاهلي، الاثنين محترمين. هو ده الحياد يا بيه. تعال عند الحياد نعلمهولك، ما فيش استفاده من مخلوق. انا اعلمهولك. تطلع بقى تقول قناه الاهلي بتهاجمني، بيبعتوا له كلمتين يقولهم اصل مش انت عشان بيتعامل معاكوا كده يتبعت لنا فيديوهات تعرضوها ومش دي نوعيه برنامجكوا، ويتبعت لكم ورق وتقولوا بالاسم ويتبعت لكم فيديوهات تتعمل وفي الاخر يبقى احنا اللي بيتقال لنا. قلت لكم ربنا سبحانه وتعالى مطلع على كل حاجه الكواليس فيها ايه واللي بيحصل عندنا كتير قوي. لكن مش هنجر الاهلي للخط ده. مش هنجر الاهلي الفوده اللي قطع النور وده احنا كبار قوي يا جماعه. الاهلي ده مصر كبيره، مصر كبيره وعظيمه وعريقه وتاريخ كبير وحضارتها كبيره. الاهلي جزء كبير ومهم في الدوله. الاهلي مؤسسه كبيره وعريقه وليها حضاره وليها تاريخ وليها انجازات. الاهلي نادي الوطنيه. نجره لقطع النور وشد السلك وفوده وبتاع. يا راجل عيب بقى، ده احنا كنا بنضحك بنعاني من الكلام الاهبل ده.
بكلم وشد الفيشه على محمود طاهر والمايك مش في ايد الكابتن محمود الخطيب، لا المايك الحقوا نركب ايه ده؟ ايه ده اللي انتوا مودينا ليه ده؟ والله العظيم ما بتكلم فاتح قلبي، والله ما في الورق ده خالص. انا بكلمكم بمشاعر واحد شويتين بيحب النادي الاهلي مش زيكم. بس انا دي امانه تقتضي قدام ربنا سبحانه وتعالى اقولها لكم. ولا عايزين تسمعوا الصوت ده بس؟ ولا نوعيه الاعلام دي انتوا بتحبوها؟ فنصيحتي نصيحتي نصيحتي لكل اعضاء الجمعيه العموميه زي هو بيخاطبوها عشان تتقلب خناقه، اهدوا ما تمشوش ورا الكلام ده، لان احنا غير جمعيه العموميه للنادي الاهلي، غير مع احترامي لكل الجمعيات العموميه في مصر احنا غير. وهعرض لكم كمان الصوره عشان اللي حصل عليها الكلام الكتير، اتفضل. وهفهم حضراتكم احيانا ممكن تاخد صوره بفلاش تبان. طب النور لو مقطوع هنا في كشاف فوق الشجره، وعلى شمال الكابتن محمود الخطيب في كشاف تاني. طب ارجع لي للصوره برضو عشان نبقى بنعرض هنا وهنا، الحياه كده هنا وهنا. ولو قلنا حاجه سلبيه هنا يبقى لازم نقول حاجه سلبيه، لو قلنا حاجه ايجابيه هنا يبقى لازم نقول حاجه ايجابيه. طيب دي كشافات عشان الوقفه لما جت الكشافات في دارات تاخد صوره كده، اخد الصوره اللي فيها سن الضلمه شويه ازايد بيها واضحك على الناس وهيج الدنيا. بتعملوا كده ليه؟ فمش الاهلي الكبير العظيم، مش الاهلي الكبير العظيم اللي نروح للكلام ده والتفكير ده. النور مقطوع، النور لا جه، لا لو بتحب الاهلي ولع يا نور. لا ما عيب بقى، بكلمكم بجد والله مش بهزر، لا عيب. كلهم رموز، كابتن محمود الخطيب قيمه وقامه، والمهندس محمود طاهر بمجموعته ومجموعه الكابتن خطيب كلهم قيمه وقامه، ناس محترمين قادرين على قياده السفينه. ده الحياد وده اللي احنا بنقوله، ده في انحياز لحد، لكن دورنا نوضح لحضراتكم. لكن تطلع سمسره الاعلام دول شغالين دي، والتليفونات المضروبه اللي عارفينها. على فكره انا ما بخافش من حد، فاكرين شكري اللي بعت الرساله اللي كان بيتمنى الاهلي يخسر؟ الرساله موجوده عندي، شوفوا البرامج دي هتلاقوا كل يوم رسالتين ومداخله. ممكن ابقى، لكن انا اكبر من كده، اكبر من كده بكتير. بعت لنا الراجل ده رسائل كتير جدا، اتمنى فوز الاهلي يخسر من الترجي، من انا اسف من المصري في الكاس، وقال لك بالمستوى ده ان شاء الله، كاتب كده ان شاء الله الاهلي هيخسر من الترجي. شوفوه بيعمل مداخلات عامله ازاي وبيبعت رسائل. معانا رساله من المحترم شكري كفته. ايه ده مش فاهم بقى، انا اسمع كلام ده يا جماعه؟ نهرج، بتكلم بجد والله، عيب قوي. وايه عمركم شفتوا؟ انا عايز اصارحكم في حاجه، وانا مسؤول من اللي انا بقوله، واتحاسب اشد الحساب لو انا بكذب، على الاقل قدام ربنا سبحانه وتعالى. دايما البرامج اللي عايزه تولع الدنيا نار، انا بقول لحضراتكم والله العظيم كل المداخلات متفق عليها بالاسماء، هتقول ايه وتضرب في مين، واي واحد هيقول معه هيبقى مش هيدخل. وأمانة أمام الله ممكن أقسم على الهوى، هذا حصل معايا أنا شخصيا. الشخص ده اللي أنا كلمتكم عليه اتصل بيا من 3 أسابيع. أيوة حبيبي اتفضل، عايز إيه؟ هو كبير في السن، لكن في كبار خبرات تستفيد منها وتحترمها وتقدرها وتشيلها على راسك من فوق وتقول لك النصيحة، وفي كبار كلامهم صغير. اتقال لي أنا داخل أتكلم في نقطة معينة، اتسألت في نفس البرنامج ده ومش هقول اسم اللي قاله لي، وقال لي لا مش هينفع الكلام ده يتقال النهارده، احنا داخلين بنتكلم على حاجه عكس خالص، فكلامك ده هيبوظ لنا الدنيا. فمن هنا زعلت وقررت ان انا ما اعملش مداخلات تاني. وما عشان ما اقسمش على الهوى، والله العظيم هذا الشخص اتصل بيا قال لي كده، وقال لي عايز ابقى اعمل مداخلات معاك. في ناس بتعشق التلفزيون كده، او ما قاليش عايز اعمل مداخلات معاك عشان الحلفان. قال لي انت راجل محترم بتخاف على النادي الاهلي، واول ما نقول الحقيقه وتتضارب مع الافكار السيئه بنبقى وحشين، ويصدروا للناس على السوشيال ميديا اللي لا مفيش حياد، مفيش، احنا اللي مفيش حياد. احنا بنكلمكم على الاثنين من غير ما اذكر اسماء كتير. انا حبيت اوضح النهارده حاجه بسيطه في البحر اللي عندنا اللي احنا راصدينه لحضراتكم، وزي ما وعدناكم هنعرض وانت الحكم،
وانتوا اللي بتشوفوا. مره ثانيه يا اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي يا محترمين، اوعوا تنجروا لهذا السوء، اوعوا تنجروا لهذا السوء والاتجاه في خط واحد. اوعوا تعملوا ده، اوعوا تعملوا ده، واوعوا تسمعوا للكلام الفارغ ده. ونقطه اخيره، ثلاث ارباع البرامج في مصر، في كل البرامج التليفونات متفق عليها تقول ايه والاتجاه. خش اضرب في برنامج الكره والجماهير اللي بيقدمه ايه اللي بيقوله، وتلاقي ايه يعمل لك اسقاطات كده دمها مش لطيف. لكن هنقف لكل ده بكل قوه، لان احنا بنحترم جمهورنا وبندي له حقه، وبندخل اي مكان في الجماهير، جماهير الحمد لله بتحترمنا وتقدرنا. كمان نقطه اهم، اللي بيديك القوه تاريخك النظيف المحترم اللي ما فيهوش اي شبهه، ودي بتبقى هبه من ربنا سبحانه وتعالى ونعمه. كمان اللي بيخليني اعمل كده اللي الاهلي نعمه كبيره، والاهلي خيره علينا كلنا، والاهلي لولا الاهلي كنا هنمر بظروف ماديه وامور كتير جدا مع اسرنا كمان صعبه جدا، لكن الاهلي خلانا في مكانه كبيره. فبيجي في الاوقات دي علينا اللي احنا نرفع اسم النادي الاهلي ونكشف للناس كل حاجه، ونتخلى عن المصلحه الشخصيه للاسف اللي موجوده عند البعض. وان شاء الله هنفضل ورا سماسره الانتخابات والمنتفعين والمستفيدين والموعودين، ومجبنا مش هنخلي جبنا حديد ولا هنخلي غيرنا جيبه حديد. نروح نشوف تقرير عن حكم مباراة النادي الأهلي عشان نتكلم وندعم، والمستحيل ليس أهلاوي، والأهلي إن شاء الله يقدر. حالة من التفاؤل انتابت الجماهير الأهلوية منذ إعلان لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي عن إسناد لقاء العودة ببطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي للحكم الجامبي بكاري جسامة، حيث تعده الجماهير الأهلوية وش السعد عليهم، حيث أدار للأهلي مباراتان نهائيتان بدوري الأبطال أمام أورلاندو وفاز بها الأهلي، وفي السوبر الأفريقي أمام ليوبار الكونغولي وفاز بها الأهلي أيضا. وفيما يلي مشوار الجامبي جسام التحكيمي مع النادي الأهلي. بدأ الحكم الجامبي صاحب الأربعين عاما تحكيمه للأندية المصرية والمنتخب عام 2011 عندما أدار مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في القاهرة في البطولة الأفريقية، وأسفرت المباراة التي أقيمت بدون جماهير نظرا لمعاقبة الأهلي بعد شغب جماهيره وإشعال الألعاب النارية عن التعادل 3-3. وفي عام 2012 أدار جسام مباراة الأهلي واستاد مالي بباماكو، وذلك في البطولة الأفريقية لأبطال الدوري، وانتهت بخسارة الأهلي بهدف قبل أن ينجح الأهلي في التأهل لدور الثمانية بعد هاتريك تاريخي لأبو تريكا. وفي عام 2013 أدار جسام نهائي البطولة الأفريقية والتي جمعت بين الأهلي أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في ملعب المقاولون العرب، وفاز الأهلي بهدفين، وكان اللقاء الرابع الذي يجمع الحكم مع الأهلي في نفس العام عندما أدار مباراته أمام ليوبار الكونغولي في السوبر الأفريقي والذي انتهى بفوز الأهلي 2-1. وفي عام 2015 أدار جسام مباراة الأهلي ضد المغرب التطواني بالمغرب وانتهت بخسارة الأهلي بهدف نظيف، كما أدار جسام مباراة الأهلي وزناكو الزمبي والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف في دور المجموعات 2017. جدير بالذكر أن الجامبي بكاري جسامة قد أدار لقاء منتخب مصر أمام الكونغو بالجولة قبل الأخيرة لتصفية أفريقيا والمؤهلة لبطولة كأس العالم، والتي شهدت فوز المنتخب بهدفين لهدف ليصعد لبطولة كأس العالم في روسيا 2018. الآن
التاسعة يا أهلي. احنا بنتكلم على بطولة 86 ماتش الاهلي واكسبرس الاوغندي. جيل بيلعب كرة جميلة جدا. جيل التمانينات احنا حققنا مفيش حاجة محققناش. اكسبرس الاوغندي فريق قوي بنيان. كل واحد فينا كان وتد. خالد الله وخالد بيشوط كورة حلوة. من رهبتهم للنادي اول ما جاب الجون رضا. وده كان طاهر وبيلعبها بلاسنج. قدمنا مباراة كبيرة جدا في القاهرة. ماتشات زمان الجمعة الساعة 3 مساء على قناة الأهلي. رموز
عارف كيانه هو مين. اكيد عارفين، عارفين الاهلي ان شاء الله قادر اللي يرجع لنا بالكاس من المغرب، عارفين ان احنا بنقابل فريق قوي، فريق محترم، كمان عارفين ان احنا بنقابل فريق جماهيري جمهوره جو على ملعبه شرس جدا، لكن الاهلي بيبدع على مدار التاريخ امام جماهير الفرق المنافسه. واسالوا ملعب رادس، واكيد ليه تاريخ محترم وكبير جدا معانا. ان شاء الله فريق الاهلي قادر، عشان كده كمان خلونا نرحب من واحد من نجوم النادي الاهلي وذو الاخلاقيات العاليه، كابتن مجدي طلبه. برحب بحضرتك كابتن مجدي. اهلا بيك كابتن شادي، بس عليك وعلى جمهورك الكريم. كابتن مجدي، مبادرتنا نجوم الاهلي معانا امبارح والنهارده، الاهلي يقدر ان شاء الله يا كابتن مجدي؟ اه طبعا ان شاء الله باذن الله يقدر. وبعدين يعني عندنا مثل مش بعيد، بقى له اسبوعين فقط لا غير، وكان نفس الموقف تقريبا. الحمد لله ربنا كرمنا وسيبنا ماتش الترجي بشكل كويس جدا وبشكل ايجابي جدا. حسام نفسه حصل معاه الموقف دوت في الفاينل اللي كسبه. كسبه قبل كده برضه لما تعادل هنا في مصر، وراح كسبه هناك من 2012 من النجم او الترجي، برضه هناك في الترجي 2012. فالموضوع مش جديد على حسام، مش جديد على النادي الاهلي، ومش جديد على جمهور النادي الاهلي انه يقف ورا فرقته بالشكل دوت. وده شيء ايجابي، وده من اهم مميزات النادي الاهلي، انه في الوقت الصعب وفي الاوقات الصعبه ما بتعرفش بقى فروق ما بين رئيس نادي وما بين مشجع، وبعدين عامل اوبجيكت لبس وما بين لعيب، الدنيا كلها بتبقى واقفه في ظهر التيم بتاعها. وده شيء من الاشياء الجميله جدا يعني اللي انا بحبها في تيم الاهلي. كابتن مجدي، كنت شايفك في النادي النهارده مبسوط سعيد، مشهد كالعاده جمهور النادي الاهلي بيلبي الدعوه، وهو جزء كبير من تاريخ النادي الاهلي، عدد رهيب جدا جدا موجود النهارده بيساند بيدعم، شفت المشهد ازاي يا كابتن مجدي؟ اولا انا المشهد طبعا هزني، لانه كان اولا اي لعيب كوره، اي لعيب كوره بيلعب اهم حاجه عنده ان الجمهور بتاعه يبقى ما يبقى سعيد. ليه؟ عشان يعرف بعد كده اولا يعمل شعبيه لنفسه، ويعمل شعبيه للنادي بتاعه، ويعمل القاب، يقدر يقابل يقدر يبقى يسيبها برضه لاولاده. حاجات كلها كتيرة جدا. فانت من الحاجات المهمة جدا في الجيل دوت انه بفرحنا ببطولات في اوقات كتيرة جدا. فكون ان الجمهور بتاعه يقف وراه بالشكل ده، اولا منظر جميل جدا. انما اللي زعلني بس ان التمرين اللعيبة ما قدرتش تتمرن. يعني انا اللي كان مزعلني انه كان المفروض يبقى منظم اكتر من كده، وكان المفروض الشباب يبقوا عارفين ان التمرين في النهاردة دي تمرينة مهمة جدا جدا، لان الماتش يوم السبت النهارده الثلاث، فدي تعتبر تقريبا اهم تمرينه للتيم. كان هيقدر يعمل فيها الشغل بتاعه كابتن حسام، يعني متعوضه ان شاء الله بكره بامر الله تعالى. انما الموقف عموما موقف رائع، موقف رائع، وتكرر قبل ماتش الترجي بس ما كانش بالحجم ده. كابتن مجدي متفائل؟ نعم متفائل. جدا الحمد لله. بص، طول ما انت عندك هدف واحد فقط لا غير تشتغل عليه، انا ببقى انا المصريين بيحبوا ده، ما بيحبش يحط لما بيلاقي احتمالات كتير بيريح شويه، بيفطر شويه، بيبقى عنده شويه فتور. طول ما هو عنده هدف واحد بس وريح له، بيروح له بصدر عريان، وبيروح له سترنت، وبيروح له هو حافي وفي الارض ازاز، انت تفرق معاه هيجري يروح عشان يوصل الهدف بتاعه ان شاء الله باذن الله. فاعتقد ان شاء الله انا متفائل بطبعي الحمد لله. كابتن مجدي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على دعمك لفريق النادي الاهلي. بشكرك كابتن مجدي، واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني، وهي دي روح الجميع دلوقتي، الكل على قلب رجل واحد، والاهلي يقدر. الاهلي يقدر برجوله لعبته في المواقف الصعبه وبجهازه الفني المحترم وبجماهيره. عشان كده طول الوقت مش هنفقد الامل. مباراه صعبه، ايوه صعبه، انا بقول وبمنتهى الامانه النسب بعيده على النادي الاهلي، لازم نقول كده عشان تزود الحافز لعبتك وينزل، يبقى عنده اصرار وعزيمه وقوه. النسب ايوه قليله، وده اللي احنا نقوله.
افرطنا في التفاؤل بعد مباراه النجم، وكنا بنقول المباراه صعبه كفايه كفايه، بتخلي اللعيب ينزل مضغوط، خلي اللعيب ينزل يتحمل المسؤوليه، قلنا كده مره واثنين وثلاثه، لكن المره دي لا صعبه، ومن صعوبتها بيظهر معدنك اللي جواك اللي احنا بنستناه طول الوقت، معدن الرجوله والجدعانه. هي كره القدم كده، الجمل دي كل نجومنا الكبار علمها لنا. هنطلع كمان نشوف الجماهير قالوا ايه، وبعدها نستقبل ثلاثه من نجوم النادي الاهلي ونحفز لاعبتنا ونتكلم على التاريخ كان فيه ايه مع نجومنا. بحاول كل الاجيال تبقى موجوده معانا، معانا كابتن محمود سمير، كابتن معتز اينو، وكمان بيقولوا لي مين يا جماعه، وكابتن احمد حسن استاكوزا. نتكلم عن حصل مواقف زي دي من قريب مش من بعيد، ما هو خلي بالكم 5 سنين و6 سنين و7 سنين ده قريب. لينا تاريخ كبير مع كل الاجيال، عشان كده ندعم اللعيبه ونحفزهم ونقول لهم الاهلي يقدر. طبعا مره تانية يقدر واداه وقدود. وكمان نروح دلوقتي للتقرير مع جماهير النادي الاهلي ونستقبل نجومنا وضيوفنا. ان شاء الله الاهلي هيرجع بالبطوله من المغرب، هم رجاله 2006 وكذا بطوله راح حسموها من بره ملعبهم. كلنا ثقه في لعيبه الاهلي ان شاء الله نجيب بطوله من المغرب، وكلهم رجاله، وظروف الماتش ما ساعدتناش مع الحكم وكده، بس ان شاء الله في المغرب الظروف دي تختلف خالص، والاهلي بيلعب احسن بره ارضه، والبطوله ترجع للنادي الاهلي تاني ان شاء الله، التاسعه ان شاء الله. ان شاء الله هنرجع بالكاس ان شاء الله، واللعيبه رجاله وتبقى قد المسؤوليه ان شاء الله، وفرحونا كلنا ان شاء الله. واحنا طبعا متعودين على النادي الاهلي ان هو بطولات، مش هينفع نخسر يعني، ان شاء الله نرجع بالكاس ان شاء الله. احب اقول لكل لعيبه الاهلي ان شاء الله ربنا معاكم، وان شاء الله النادي الاهلي نادي كبير، وان شاء الله ربنا يوفقهم، وهم امبارح عملوا ماتش كويس جدا، وان شاء الله الماتش الجاي هنفوز ان شاء الله. ربنا معاكم، وان شاء الله قد المسؤوليه ديت، وان شاء الله يعملوا لنا فوز حلو في المغرب، وان شاء الله بطوله التاسعه ربنا معاهم. ان شاء الله يرجعوا لنا بالكاس، ومعودونا ان هم يحطونا في المأزق دوت، هم يرجعوا قد المسؤوليه، وان شاء الله يرجعوا بالكاس وهيفرحونا زي كل مره ان شاء الله. ربنا معاكم ان شاء الله بالتوفيق وما يلاقوش، واحنا ان شاء الله متعودين يعني على الاهلي ان هو بيعودنا على اللحظات الصعبه ديت، وان شاء الله هيكسب ويشد حلهم ان شاء الله. والله اللعيبه طول عمرها لعيبه رجاله، واحنا عارفين ان هم على قد المسؤوليه في الماتش اللي هناك، وان شاء الله باذن الله يحققوا الفوز وناخد البطوله. ان شاء الله الامل في اللعيبه كبير، واثقين فيهم ثقه عاليه جدا، زي ما غلبوا الترجي هناك يقدروا يغلبوا الوداد، وزي ما غلبوا النجم هنا برضه يقدروا يعملوا نتيجه ايجابيه قدام الوداد، والوداد فرقه يعني فرقه محترمه، مش والاهلي اعلى بكتير منها يعني، دي جايه تدافع على ارضك يعني، مش فرقه عاديه جدا يعني، وان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله ان شاء الله. يا أهلي.
وهدف جميل وعظيم. نفس الكورة والجماهير، احنا هنا بنناقش كل حاجة. يلا بينا ماتشات زمان بتاعنا دلوقتي. ملوك الصلاة، كل لحظة بتجيب كل همسة. دي الكاميرا اللي هنبص لها. تاني كل اخبار الرياضة، ننقل لكم كل حاجة. النشرة الرياضية، هنقدم لكم الحقيقة ونكشف كل حاجة. ملك وكتابة. تاني تحليلنا مختلف جدا. هنا دي بس كده، دي ما تخافش عليها. ما هنا بنحلل كل حاجه. استاد الاهلي. الأهلي فوق الجميع. أحلى كرة في أفريقيا، أحلى كرة في مصر. رجع لنا لأيام جميلة. إلعب وش رجلك. خلاصة لعب الكابتن كوميدي. كل أحسن جون جابها في حياتي. 1907 لغاية دلوقتي. بيت نجوم النادي الاهلي. ماتشات زمان في الاوقات التاليه على قناه الاهلي. طول عمرنا ما بنيأسش. We'll be right back.
ارحب بحضراتكم من جديد. ودلوقتي فقره الضيف معنا ثلاثه من نجوم النادي الاهلي مروا بمواقف كتير جدا زي اللي احنا فيها دلوقتي، لكن ان شاء الله ان شاء الله بتاريخ النادي الاهلي، الاهلي اكيد يقدر ان شاء الله. علينا المسانده والدعم، الجماهير عملت كده واحنا كاعلام اهلاوي بنعمل كده. خلينا كمان نسمع اراء ضيوفنا. ابتدي من اليمين الكابتن معتز اينو، برحب بيك ومتفائل بيك. قبل مباراه النجم كنت معايا برضو والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا فوز كبير جدا، فمن باب التفاؤل لازم تبقوا موجودين تاني، برحب بيك. طبعا حبيبي يا شادي، وانا سعيد ان انا موجود معاك وفي قناه النادي الاهلي وبيتنا كلنا، وسعيد اكتر طبعا ان انا شفت استاكوزا كان وحشني من زمان وسمير، فانا سعيد ان انا موجود معاكم النهارده. كمان خلونا ارحب بكابتن احمد حسن الشهير باستاكوزا. ازيك يا كابتن؟ انا سعيد ان انا بزعل منك قوي لان انت بره الهوا حاجه، اول ما ندخل الهوا تحط ايدك في جنبك كده والهدوء وصوتك بيبقى واطي. انت عارف طبعا انا معايا كابتن سمير وكابتن معتز، منهم الناس اللي انا بحبهم جدا، انا طبعا اتفاجئت بيهم طبعا النهارده، بس انا سعيد والله ان انا معاك. ثلاث ديفندرات خلصتوا على بعض انت؟ والله انا ما لحقتش يعني، هم ما شاء الله هم جم هم جم سلمتهم الرايه على طول وانا نقلت، بس كابتن سمير من الناس اللي انا يعني سعيد بمعرفتهم وبعشرتهم، يعني من الناس الجميله الناس المحترمه يعني. فاتمنى ان شاء الله الحلقه تعدي على خير باذن الله. طيب خليني كمان ارحب بكابتن محمود سمير، برحب بيك. ومره ثانيه كنت موجودين معانا في المباراه المهمه، اتكلمتوا كلام مهم، هو ده اللي احنا شفناه، وكان في ثقه في اللعيبه، كان في ثقه في الجهاز الفني. بنكرر مره ثانيه، بس خليني قبل ما اتكلم في اي حاجه، اكيد كابتن محمود برحب بيك. انا مبسوط جدا طبعا ان انا موجود معاك شادي ومع استاكوزا طبعا واينو من الناس المحترمه، واحنا طبعا مش غرب عن قناه الاهلي، وبنتفائل ان شاء الله نكون برضو يعني مباراه اللي جايه ان شاء الله بتاعت الوداد نفس اللي حصل ان شاء الله في مباراه النجم، ويكون تفاؤل ان شاء الله الجمهور الاهلي باذن الله ان شاء الله. اينو كان في مبادره، هبتدي معاك من ده قبل ما اكلمكم عن مشهد النهارده، في مبادره بيدخل معانا نجوم النادي الاهلي كلهم وغير النادي الاهلي، هسالك نفس السؤال اللي بساله، هبتدي انتوا الثلاثه هسالكم نفس ما سالت بالظبط كل نجوم النادي الاهلي، الاهلي يقدر؟ بص يا شادي، يمكن امر طبيعي الحمد لله يعني اللي ان شاء الله الاهلي هيقدر. ليه؟ عشان الاهلي مش اول مره يتحط في الموقف ده، فالاهلي معود جماهيره ومعود الشعب المصري كله اللي هو دايما بيقدر ودايما بيكون على قد المسؤوليه، وفي ناس حتى كمان متفائله جدا، ده ردود الفعل في الشارع اللي هو لما بيطلع بره كمان بيعرف يجيب البطوله. وخد بقى على سبيل المثال كتير بقى، يعني ماتش الصفاقس بتاع ابو تريكه ومش عارف ماتش ايه وماتش ايه وماتش القطن الكاميروني، فاكره كنا احنا موجودين مع بعض لما انت جبت البيلن وكابتن احمد حسن جاب جون، يعني خد بقى عندك على سبيل المثال كتير جدا. فالاهلي انا كاينو انا واثق وعندي يقين اللي ربنا ان شاء الله يكرم اللعيبه ويكرم الجهاز، واللعيبه اكيد كلها عارفه اللي هي دي مباراه حاسمه لا بديل فيها عن الفوز. النادي الاهلي جميعا باعضائه برئيسه بجمهوره بالشعب كله منتظر اللي هم يرجعوا بالكاس، فاعتقد ان اللعيبه كلها هتبقى مسافره عارفه اللي وراهم ملايين 90 مليون، حتى الزملكاويه اسماعيلاويه كل الناس دلوقتي بتتكلم باسم النادي الاهلي، فاكيد الناس كلها هتبقى مركزه كلعيبه، الجهاز الفني عارف اهميه المباراه. الحاجه الثانيه بقى اللي هي يعني الواحد شافها النهارده، مش عايز اقول لك جسمي اشعر، جمهور النادي الاهلي منظر النهارده كان في استاد التتش حاجه. انت روحت؟ لا انا ما روحتش، بس انا شفته يعني في على النت وعلى التليفونات وبتاع، حاجه لا توصف. طبعا انا يمكن استاكوزا وسمير وانت طبعا يا كابتن شادي، الناس احنا كلعيبه متعودين، بس احنا دلوقتي بره النادي ولما ترجع تشوف يعني لما انت كنت بتبقى جوه النادي غير برضو بره النادي، فاهم؟ فالاحساس والمشاعر حاجه لا توصف يعني. الواحد بجد الجمهور ده جمهور فعلا عظيم. هكلمكم يعني عن المشهد ده باستفاضه، لكن خليني اسال استاكوزا، الاهلي يقدر؟ انت متفائل من جواك رغم صعوبه المباراه، الاهلي قادر ان شاء الله اللي يرجع بالكاس؟ والله يا كابتن شادي انا مش هضيف كتير عن اللي قاله كابتن معتز اينو، بس انا احنا بنتكلم احنا في منظومه واحده وعندنا الثقه في الفريق وعندنا الثقه في الجماهير. المباراه صعبه ما فيش كلام، والوضع ده مش جديد علينا زي برضه ما قال معتز اينو في الصفاقس وفي الترجي، ودايما النادي الاهلي ودايما يعني خامه النادي الاهلي بتبان دايما في المواقف دي، احنا اتحطينا في المواقف دي اكتر من مره، وكل مره النادي الاهلي يعني بيبقى عند حسن ظننا. فانا اعتقد ان شاء الله باذن الله انا الموضوع بالنسبه لي كله عشان برضو ابقى واضح معاك توفيق، لو في توفيق
ان شاء الله باذن الله الماتش بتاعنا، لان ما عنديش شك لا في اللعيبه ولا عندي شك في ان اللعيبه مش حاسه بالمسؤوليه. اللعيبه حاسه بالمسؤوليه جدا طبعا. البطوله دي بالذات يمكن كل المباريات كل الادوار بتاعتها كانت ادوار صعبه وادوار مفاجآت، وكانت المباريات كلها انت شايف بتنتهي لحد اخر دقيقه. بنت شخصيتك في مباريات كتير، اخرهم النجم طبعا، بس يمكن المباراه اللي فاتت احنا يمكن المباراه بدري، الهدف اللي جه بدري حسسنا ان احنا هنشوف السيناريو بتاع النجم في المباراه دي. السيناريو اختلف طبعا لما جه الجون التعادل. اتصعبت شويه بس موقف متعودين عليه، واعتقد ان شاء الله باذن الله هنعديه باذن الله. محمود نفس السؤال اللي بنساله كل نجومنا، الاهلي يقدر ان شاء الله؟ بص شادي، هي نفس القصه طبعا ونفس الكلام اللي قاله استاكوزا واينو، بس احنا يعني انا ممكن نضيف عليه بس حاجات بسيطه. اتفضل. ان اللي عايز هيعمل، بمعنى لعيبه النادي الاهلي طول عمرها عارفه النادي الاهلي بينافس على كل البطولات. لعيبه النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين الواحد بيشوفهم في الملعب، لا لعيبه محترمه، لعيبه على قدر المسؤوليه، عندهم ثقه في نفسهم. انا واحد من الناس شايف ان هم ما قصروش خالص المباراه اللي فاتت. عندي ثقه في الله وعندي ثقه في جمهور الاهلي وفي مجلس ادارته وفي الجهاز الفني وفي اللعيبه ان النادي الاهلي الفرقه دي ان شاء الله باذن الله هترجع بالبطوله وهتفرح الناس. نفس القصه في مباراه الترجي لما حصل التعادل والاهلي الحمد لله راح هناك قدم مباراه عاليه وكسب والناس كلها كانت مبسوطه فرحانه. انا حاسس ان بقى هيحصل نفس السيناريو. مباراه مش سهله ومش صعبه، بمعنى ان الفرقه فرقه البطوله لما بتنزل ما بتستعجلش المكسب، بيبقى الوضع متغير في مباراه. بمعنى ايه؟ ان النادي الاهلي لازم يكون في مباراه العوده ان شاء الله باذن الله انه يكون اعصابه اهدى. فرقه الوداد هتبقى نازله مستعجله ان هي تحرز هدف في الاول تغطي التعادل اللي حصل هنا في مصر. فان شاء الله كابتن حسام بدري قاري الفرقه كويس. هي فرقه مش وحشه، فرقه منظمه، فرقه الوداد فرقه رخمه بمعنى الكوره، بتعرف تقفل كويس. لكن النادي الاهلي انا شايف ان هو عنده حلول وعنده لعيبه عندها حلول في الملعب. ان شاء الله تظهر في مباراه العوده وباذن الله ان شاء الله يرجعوا يفرحونا باذن الله ويبقى عند الثقه ان شاء الله باذن الله للجمهور كله. تمام. اينو هروح بيك شويه برضو قبل مشهد الجمهور. اخر مباراتين كنت موجود في الاستاد، شفتك تشجع مع الجماهير ومسانده ودعم من جوه الاستاد، وشفت الجماهير، شفت المشهد اللي في الاخر بعد المباراه خصوصا الوداد، جماهير الاهلي وهي بتنادي على اللعيبه رغم ان انت ما حققتش النتيجه المنتظره اللي الجماهير راحت عشانها وهي دي الحقيقه، ولكن جمهور الاهلي افريقيا اهلي لكل اللعيبه، ما شفناش هجوم على لعيبه، ما شفناش كلام خارج النص، شفنا افريقيا اهلي. هو ده بقى يعني ده الفكر دلوقتي اللي احنا لازم نوصله. بس انا دلوقتي معلش انا بالنتيجه دي لو كان الجمهور مثلا قاعد يشتم او قاعد، ما ده انا كده بهمد اللعيبه. لكن اللي عمله النادي الاهلي في الماتش الاخير وانا كنت موجود في الاستاد، يعني هي دي فعلا الروح الفانيلا الحمراء اللي بيقولوا عليها. فعلا الجمهور ده عنده العقليه ابتدت تزيد واحده واحده. كان الاول ممكن مثلا في شتايم وممكن، لكن دلوقتي اعتقد ان الناس الفكر اتغير. فاعتقد ان انا بالنادي الاهلي يعني جمهور النادي الاهلي اللي عمله ده يمكن يعني انا بحييهم عليه، اللي هم يقعدوا ينادوا كده ويشدوا من اظهر اللعيبه، واللي عملوه كمان النهارده دي حاجه تكميليه يعني اللي جرى بعد مباراه الوداد واللي جرى النهارده دي حاجه تكميليه. انا كلاعب في النادي الاهلي لما انزل واشوف اللي الجمهور ده ورايا وبيساندني مع التعادل وبيناديني وبيحمسني كده، لا يبقى انا فعلا واجب عليا بقى ان انا افرحهم فعلا. مش مثلا بقى ده شتموني ده عملوه، لكن فعلا اللي الجمهور ده عملوه انا بحييهم من خلالك ومن خلال البرنامج. اتمنى ان شاء الله للنادي الاهلي ولاعيبته يعني يردوا لهم حاجه زي ما هم وقفوا جنبهم كده، يردوا لهم دي اقل حاجه، اللي هم يرجع لهم بالكاس والناس كلها تفرح ومصر كلها تفرح. استاكوزا المشهد النهارده الجماهير بتلبي دعوه اللعيبه والجهاز الفني والاداره وموجودين عدد كبير جدا جدا، منظر ما بيحصلش غير مع النادي الاهلي اكتر من مره متكرر، بس النهارده العدد كمان ازيد بكتير. لو انت مكان اللعيبه وعايز شادي يعرض لنا لحظة نزول اللعيبة، لو انت مكانهم وهم نازلين والجماهير معاك في الملعب، احساسك الشخصي كان هيبقى ايه؟
طبعا هي شحنه، انا عايز اقول لك ان هي شحنه جامده قوي لاي لعيب في الدنيا ان هو ياخد الشحنه دي. اللي بتعمله جماهير النادي الاهلي ده مش طبيعي طبعا. بس هو مش غريب على النادي الاهلي، ومش مش غريب على جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي حاسه بمسؤوليه الماتش، وعايزه تنقل لك اهميه المباراه بالشكل دوت، وعايزه تنقل لك الحماس اللي موجود عندهم، ودوت كان حصل قبل كده في مباراه النجم، وشفنا الصدى بتاعه ايه مع الفريق في مع النادي الاهلي. طبعا ده كله بيبقى بالنسبه لي بتبقى مسؤوليه كبيره قوي ان انا ارجع ابسط الناس دي كلها. الجماهير دي ما بتستفادش اي حاجه، يعني انا عايز اقول لكل اللعيبه اللي موجوده ان الجماهير دي جايه من اخر الدنيا، هي ما بتستفادش اي حاجه. الجماهير اللي بتقعد الساعه ونص او الساعتين او الثلاثه من قبل المباراه، هم ما بياخدوش اي حاجه اكتر من ان هم بيحبوا النادي ده. انا عارف ان هم بيحبوا الفريق ده. كنت موجود ففي حد بيكلمني جاي من الاقصر، وحد من هنا جاي من امبارح. ده كتير. ودي الصوره اللي بكلمك عليها. بص اللعيبه الجماهير في الملعب، ومشهد انا وجهه نظر دي اهم من التدريبه اللي الكابتن حسام كان يعملها. تدريبه طبعاً فيها دفء ما بين جمهورك، بوصل لك رساله احنا كلنا معاك، انا مسانده دعم، حاجه محترمه. ولا 100 تمرين ولا 100 جيم يدي لك الشحنه اللي هتاخدها في الموقف دوت كلاعب كوره. هم تقريبا حلوه. ولا 100 تمرين اتلغى. ايه؟ قالوا التمرين اتلغى تقريبا، انا مكتوب ان التمرين تقريبا اللعيبه اتمرنت في الجيم. طبعا. لا يمكن زي ما استاذ بيقول مش شرط خالص التمرين، انا ممكن اتمرن واطلع ما استفادش. لكن انت حاجه زي كده، انت اصلا الشحنه ذات نفسها الضغط العصبي خلاص، انت كده اتمرنت. انت عارف شادي برضو الفكره ان الناس دي لو ما عندهاش ثقه في لاعبتها ما كنتش تلاقي العدد المهول ده النهارده في ستيتش. انا النهارده كنت معدي الساعه 11 ونص الصبح من قدام النادي. انا عايز اقول لك هم من 10 الصبح النادي زحمه. الساعه 11 الصبح 11 ونص الصبح كان ميدان التحرير كله مقفول والامن المركزي بسبب كم الناس وكم الجمهور اللي جاي عشان خاطر التمرين بتاع النادي الاهلي. والمنظر اللي انا مش قادر انساه برضو في مباراه الوداد، اول ما الوداد احرز الهدف اتفرج شكل الجمهور في التشجيع للنادي الاهلي كان ازاي. لحد من اول دقيقه لحد اخر المباراه ناس عندها روح للفانيله الحمراء، ناس عندها ثقه في لعيبتها، ناس بتحب النادي بتعشق النادي. فانا كلاعب او اي لعيب في الملعب متواجد في الظروف ده، انت بتتكلم في بطوله افريقيا مش مباراه دوري. صح. فالحاجات دي بتدي باور غير عادي للعيبه وللجهاز الفني، بيبقى بالنسبه له زي ما جوزي قال دي بتبقى اهم من التمرينه، بتشحنني ان انا ببقى نفسي الماتش النهارده قبل بكره، نفسي اسافر المغرب النهارده قبل بكره. فربنا يكرمهم ان شاء الله باذن الله ويرجعوا لنا بالكاس باذن الله. لا وحاجه ثانيه كمان يا كابتن، عايز تقول اصل المشهد لازم تقف عنده كتير. طبعا. لا انت كل ما انت بتتفرج كده بص دماغك بتحضر لك حاجات، يعني انا كمان ايه استحضرت حاجه دلوقتي. وانت خلي بالك الحمد لله انا شايفك من بعد ما رجعت من الامارات هدوء وشغال على خط المحللين. اسمع بس انا فاهمه كويس قوي. بص بيقعد يبص للصوره عمال يفكر، انا فاهم دماغه. السنه الفتره الجايه دي هنفسك خلي بالك وهبقى اعلامي كبير اتحلل. انا عارف. لا بجد انا عايز اقول لك على حاجه، يمكن سمير دلوقتي بيقول اللي هو معدي وشاف الناس دي من الساعه 10 11، احنا في نص الاسبوع، يعني نقطه تانية خالص. لو فكرت زي ما استاكوزا، هرجع لكلام استاكوزا اللي هو بيقول لك الناس دي ما بتاخدش حاجه. انت النهارده مش جمعه ولا سبت، انت النهارده يوم في نص الاسبوع يوم ثلاث. فانا لما اكيد الناس دي كلها ما تقوليش ليه واخده اجازه في لا الناس دي كلها غايبه من الشغل. 95% الناس دي كلها شغاله. برافو عليك. فدي برضو نقطه قد ايه انا دلوقتي متجوز او مش متجوز واضحي بيومي او في شغلي واخد خصم مدارس وجامعات واروح النادي الاهلي او اقضي يومي كله واضحي بكل حاجه وفلوس وكل حاجه وشغلي عشان النادي الاهلي، عشان حب النادي الاهلي واحضر. فالناس دي برضو تحيه للناس دي كلها اللي هو يضحي بكل ده ويحضر ويقضي يومه كامل ويسيب شغله ويسيب دنيته ويروح كده. لا الناس دي خلي بالك النقطه جوهريه جدا اللي قالها فعلا وبحييك عليها اينو. احنا مش يوم اجازه النهارده في وسط الاسبوع، في عندك اللي عنده شغل، اللي عنده صوت. كليه بتاعته، اللي عنده اللي عنده درس، اللي عنده اي حاجه اكيد مشغول. بس انا عايز اقول حاجه برضه، كل حاجه عشان خاطر الاهلي، دي رساله للعيبه ايضا. برافو اينو عليك. كل اللي اتكلموا فيه ده جميل قوي قوي، يعني كل ديت من مميزات الجماهير جماهير النادي الاهلي. بس انا برضه عايز اتكلم في جزئيه هي ممكن تكون الاهم لرجوعهم. ايه؟ احنا بنتكلم في ظل كل الوقت دوت، في ظل كل العدد ده، في التزام يا كابتن. يعني انا النهارده انا اللي خايف من الجماهير ليه؟ في التزام. احنا ما شفناش اي حاجه فيها شغب. احنا شايفين جماهير منظمه، شايفين جماهير مثقفه، شايفين لعيبه داخله في وسط الجماهير مش شايفين فيها همجيه او هرجله. صح. وعلى شرط يا كابتن ان كل اللي حاصل في الملعب ده مش تامين من امن،
ده هم نفسهم اللي يعني النظام نفسه منهم هم. طب احنا ليه خايفين نرجعهم؟ انت فاهم قصدي يا كابتن شادي؟ يعني انا بتكلم النهارده، طب انا ليه خايف وانا شايف الكم ده كله؟ احنا قلنا استاكوزا من بعد كاس العالم، وصلنا لكاس العالم لازم ناخد قرار عوده الجماهير عشان نستغل الحدث. ازاي النهارده يبقى عليك الاعلام اللي بره كله بيتابعك، وانت النهارده بيتابعك ولاقي الدوري بتاعك لسه مع، وكل اسبوع الاسبوع اللي جاي علينا حلول 5000 وما فيش حاجه بتتنفس. فانا بحييك برضو على الجزئيه دي، اللي لازم يرجعوا فعلا الجماهير نستغل ده. والناس يعني مشهد زي ده مين يقول عليه اللي هو وحش؟ بيحصل فيه بعض الحاجات تخص التنظيم، بس ده طبيعي والله عشان العدد كبير جمهور الاهلي بالملايين. يعني هسالك سؤال يا محمود، لو الملعب ده بيشيل 200,000 ولا 100,000 كان هيقولك ال 200 طبعا، لان يعني المسؤوليه هو طبعاً. حاسس الاهلي ده جزء من حياته طبعاً. جزء من انتمائه، ما هو في قصه حب وما بين دي. مش هتلاقي 20,000 و30,000 بقى ولا 40,000، هتلاقي اضعاف الاعداد دي طبعا. كل واحد عنده ان هو يقدر في بدوره. اه انا بتفرج على انت حسيت ان انت سرحت كده، حسيت ان انت عايز تنزل التدريب. لا المنظر المنظر يشدك يعني. انا بص انتوا قاعدين تتكلموا وانا بتفرج اصل كمان يمكن زي ما سمير بيقول، لو الملعب ده بيشيل 100,000، لو التمرين في استاد القاهره اعتقد اللي هو كان هيتملي، لو التمرين في برج العرب كان هيتملي كله زي ماتش الوداد. انا كنت في الماتش، كان لو التمرينه دي النهارده في استاد القاهره اقسم بالله كانت هتتملي. عايز اكلمكم في حاجه واحنا بندردش كده، احنا بنحاول هنتكلم فنيا اكيد. لكن محمود، كابتن ربيع ياسين ومجموعه من النجوم كانوا موجودين النهارده في النادي. كابتن ربيع ياسين دخل معايا على التليفون دايما، يعني اما تتكلم وتيجي تدردش مع كابتن ربيع حتى لما يبقى معايا في البرنامج بتلاقيه هادي جدا. النهارده اول ما دخل، ايوه الاهلي يقدر، وحماسي هو كان موجود فشاف الوضع كله. فلما جاي يدخل على التليفون الحماسه والقوه في كلامه، والاهلي هيرجع للبطوله. عارف انا حاسس والله جسمي اشعر بس بقول لك هو ده مش جديد برضه عن كابتن ربيع. انت بتتكلم على حد ابن من ابناء نادي الاهلي وكابتن من كباتن النادي الاهلي ولعب كاس عالم. كابتن ربيع من الناس المحترمه جدا وانا بعزه على المستوى الشخصي جدا ومستوى الكروي. لا كابتن ربيع حاسس بالمسؤوليه، نفسه ناديه ياخد البطوله، نفسه الجمهور يفرح، نفسه الناس تفرح. فلا هو حاسس بمسؤوليه يعني ايه بطوله افريقيا والنادي الاهلي، والاحساس ده بيوصل للعيبه لما يلاقوا كابتن ربيع بيتكلم في مكالمه او في مداخله معاك في البرنامج ولا حاجه، وان واحد زي كابتن ربيع مشدود الشده دي بيوصل لهم الاحساس ده. صح بالظبط صح. فما بالك الجمهور بقى. تمام حاجه إيه عايز اسالك في نتكلم كوره شويه. انت تابعت الفريق الوداد في المباراه، واحنا تابعنا شايفين المباراه. خلي بالك انا النادي الاهلي بعد ما جاب الهدف ثلاث فرص، لو جبت واحده المباراه هتفتح، كان هيبقى في سكور في المباراه دي. وانا مسؤول لو دخلت بعد اللي بعدها وفي لعب اجاي اللي بالهيد لو ركز فيها هو وجه صح، لكن الفينش ما كانش حلو. في ثلاث فرص لو واحده جت جد انت كنت هيطلع اثنين وهتدور على الثالث كان هيتفتح وما كانش كره ازارو اللي جت في العارضه دي. ما احنا كنا في الاستاد وانت كنت قاعد ورايا. كره ازارو دي لو دخلت والنتيجه 1-0 خلاص هيبقى كان 2-0، انت موتت الماتش بلغه الكوره، الماتش مات. ولو فتحت خلاص بقى كنت هتعمل بقى زي ماتش ممكن السيناريو كان يتكرر. ماتش النجم انت اللي خلانا متفوقين على النجم ايه؟ اللي انت واحد ورا الثاني، عارف انت عارف اللي صاحي من النوم واحد بيضربه. انت مش عارف ديب بديب خلاص صح. لكن انت لو كنت عملت كره ازارو دي دخلت دي بالذات عشان دي كانت 1-0 كان بعدها على طول كان هيبقى نفس السيناريو النجم قبلها باسبوع هيتكرر. خلي بالك انا مش بخلق مبرر، بس لما تيجي تتفرج عليها في القعده انت بتقيمها من فوق كده. خلي بالك في لاعب مشترك معاك كان لازم يحط فيها بطن رجله بكل قوه عشان تروق، لكن لو انا لو رحت بضعف مش هتطلع زي هو. ما كانش مرتاح قوي برضه عشان برضه نبقى واقعيين، هو ما كانش مرتاح. الجون طالع عليه ومعاه واحد داخل عليه، في واحد داخل عليه وهو حاطط ببطن رجله. بس هي كل الفكره ان هي كان انت عارف ان هي بتبقى المواقف دي كسر من الثانيه صح. هو اختار خد القرار ان هو يحط ببطن رجله فعاليه. ممكن اللعيب مكانه كان عمل شيب يعني كان لمس براحه فهي عدت، بس هو مزقوق فهو داخل يحط بقوه فعاليه. لكن هو سيناريو الماتش الطبيعي جدا بالنسبه لهم هو اختلف. انت اي مدرب بيبقى حاطط فكره كله او خطته او طريقه اللعب اللي هو هيلعبها ان هو الجون، ما فيش مدرب بيبقى حاطط ان هو الجون هيجي معاه في اول دقيقه او في ثاني دقيقه. لكن النهارده لما جه الجون ده هي حصلت لخبطه، كان الجون الثاني ده هو كان ينقلك نقله ثانيه خالص، كان يحطك في حته ثانيه خالص. وميزه النادي الاهلي ان هو الجون ده كان ممكن يخلص، يعني كان ممكن ان هو يخلص على الاقل، انا ممكن ابقى مطمئن الشوط الاولاني وادائي. لكن ميزه النادي الاهلي عايز اجيب الثاني، عايز اجيب الثالث، عايز اجيب الرابع، وهو ده اداء النادي الاهلي اللي هو كان عايز يخلص المباراه من هنا تماما. لكن طبعا انا وجهه نظري الشخصيه ان في الوقت القصير اللي هو كان في بدايه المباراه ده ما كانش فيه توفيق في الكورتين دول. لو الكورتين دول جونين كان زماننا دلوقتي النهارده احنا بنتكلم بارتياح جدا، احنا رايحين نحتفل.
فالحمد لله وهم قادرين برضو ان شاء الله باذن الله نعملوا كده هناك. طيب هستاذنكم كمان مبادرتنا ولازم نسمع كل ولاد النادي الاهلي. معانا على الهاتف كابتن عمرو الحديدي. كابتن عمرو برحب بيك في الكره والجماهير. ازيك يا كابتن شادي؟ وحشني كتير يا كابتن عمرو. ربنا يخليك. حاجه جميله انت بتبادر بيها، نجم من نجوم النادي الاهلي، معاك نجوم كبيره موجوده، سلام الايمو والاستاكوزا والمحمود سمير. يا ابو كابتن ربنا يخليك كابتن، نور الدنيا. كنت حفظتهم ازاي ده؟ انا بقدمهم تاهوا من دماغي شويه. فرقه خماسي كل مره بتقول لي كده. في حالي بقى يا شادي. كابتن عمرو متفائل وقول لي الاهلي يقدر ولا لا، وهو ده اللي انا عايز اعرفه من حضرتك. اتفضل يا كابتن عمرو. بص يا كابتن شادي، يعني احنا متوقعين ان الضغوط العصبيه اللي فيها كابتن حسام في المباراه، ودي الوقت ما بين مباراه الترجي ومباراه النادي، حطت النادي الاهلي في ضغوط ما فيش مساحات، ما بنلحقش نفرح. فرحنا بماتش الترجي وحققنا في التعادينه، فرحنا بنتيجه ماتش النادي وحققنا المعادله الصعبه بالسكور الكبير. هنا في الماتش ده يمكن السموته بيتقفل على النادي الاهلي بمفاتيح معينه، هي تقدم علي معلول باستمرار، دي المسافه، وانت راجل سيرت باك النادي الاهلي ومنتخب مصر، ما بين الاوفر اللي اتعمل محمد بن جام والاوفر اللي اتعمل واتحرك منه الهدف. النادي الاهلي يعرف يعمل سيناريو لنفسه هيفاجئ كابتن حسام الناس كلها في السيناريو اللي هيلعب بيه كمحمد بن خامس. انت مش باقي على شيء، انت حصل درون 1-1 ما بين النادي الاهلي والنادي الوداد، انا هلعب ضاغط وهعرف اخرج من المباراه احسن نتيجه قبل جماهير النادي الاهلي اللي احنا شفناها النهارده في التمرين. مش مطلوب غير ان احنا بنعزل النادي الاهلي وبندعي له لنحقق اولا لاسم النادي الاهلي النجم رقم 9، نحقق مصر الفرحه بعد وصولنا كاس العالم، تحقيق للعيبه الموجوده دي، كيان جديد بيضاف لفاترين النادي الاهلي او دولاب النادي الاهلي من البطولات. شكل الاداء شكل ده، اعتقد ان الانسب واحد عامل سيناريو ليه هو كابتن حسام. اكيد عامل سيناريو 1 و2 و3، عارف موصل اللعيبه ازاي، واللعيبه بتاعت النادي الاهلي هي طول عمرها صاحبه المهام الصعبه. انا بعتبر النادي الاهلي يا كابتن شادي هو القوات المسلحه، صاحب المهام الصعبه، المهام الصعبه اللي بتحسم، هو صاحب فض الازمات. الازمه دي النادي الاهلي هيعرف يفرح بيها ناس ان شاء الله يا رب، يفرح بيها مصر كلها. كابتن عمرو متفائل؟ يا رب. جدا جدا. انا بشكرك كابتن عمرو، شكرا جزيلا. كل ولاد النادي الاهلي معانا خلال اليومين، الكل حابب يتكلم، الكل حابب يقول، كلنا ايد واحده. انا كابتن عمرو على كلامك المحترم جدا ودعمك ومساندتك للفريق. محمود هروح لك للامور الفنيه. فريق الوداد بعد المباراة الأولى اللي أنت شفتها، إيه عناصر القوة في الفرقة؟ بص، هي فرقة الوداد فرقة محترمة، فرقة منظمة تكتيكيا، عندهم التزام دفاعي غير عادي. هم جايين مباراة الأهلي في مصر كانوا عارفين هم عايزين إيه. بس الفرقة دي هيبقى أدائها مختلف جدا في ملعبهم. انا بمعنى عايز اقول لك بقى، انا بمعنى ان هو عايز يكسب بطوله خلاص، ماتش ما فيهوش بقى عوده، هو ده العوده. فهو عايز يجيب يحرز هدف بدري يقتل الماتش، ما يديش فرصه للنادي الاهلي ان هو يبادره. بس في ميزه في النادي الاهلي، النادي الاهلي انا عمري في حياتي من يوم ما قلت يا كوره لحد وقتنا هذا شفته بيلعب زون ديفنس او شفته بيدافع. بمعنى ايه؟ الاهلي في اي بطوله حتى لو في فاينل بيلعب عمره ما بيرجع زون ديفنس او مقفل خطوطي تمام، بس على طول ببادر الفرق كلها. هتلاقي ليه في المباراه اكتر من فرصه، حتى لو هو الاستراتيجيه بتاعته جوه المباراه فيها دفاعيه، بس ما بيعملش زي ما بيتعمل معاه. بمعنى ايه؟ ان ما بيجيش مثلا الوداد او النجم او الترجي بيلعب زون ديفنس في ماتش الذهاب وفي ماتش العوده بفتح، لا، النادي الاهلي هو سيستم لعبه ثابت. يعني المباراه اللي فاتت انا من وجهه نظري الشخصيه، في مباريات بتحتاج فيها لعيبه تفك لك اللغز بتاع المباراه المقفوله. ازاي؟ انت المباراه اللي بيبقى فيها مساحات بتحتاج فيها عنصر بدني وسرعه غير عادي. الماتشات المقفوله زي مباراه الوداد، انا من وجهه نظري لو ما كانش صالح جمعه مصاب، لو كان عماد متعب متواجد من بدري شويه، الاثنين دول كانوا اكتر اثنين ممكن يعملوا فارق في المباراه دي. ليه؟ لان صالح جمعه من اللعيبه
اللي عندها رؤيه كويسه جدا يعرف كلك اللغز الفرقه مقفوله يعرف بتشب بباص عنده رؤيه اللي هو كويسه جدا غير طبيعيه تمام الكروسات اللي اتعملت في المباراه دي عماد متعب لو كان متواجد من بدري من اللعيبه انت عارف اكتر واحد في مصر من الفراو ده اللي حافظ حتته كان هيقدر يخطف اي هدف في المباراه دي خاصه ان هو نزل الفتره اللي نزلها عمل بليسنج ناس كلها قالت جو صح اينو هسالك على الهدف كمان اللي جه في النادي الاهلي عشان نعالج الاخطاء بس خلونا ناخد مكالمه مهمه جدا مع واحد انتوا عشرتوه كنتوا بتتعبوه شويتين وانا عارف اول ما تسمعوا الاسم انا عارف اللي هيحصل منكم خلونا نرحب بمحمد سمير واحد مدافعين الرجاله وكمان اسيبه هو يتكلم برحب بيك يا كابتن محمد اهلا بيك كابتن شادي ومبسوط ان انا معاك وطبعا ما ينفعش الرجاله دي كلها تبقى موجوده وانا ما ببقاش موجود انا عايز اقول عارف اللي انتوا موجودين والكوزه والسمره يعني مش عارف اقول ايه بصراحه حبيبه سمره منور الدنيا سمره تعالى في وقت في مكانه سمره من بدري وانا عارف انتوا بتعملوا فيه ايه اساسا بس انا عايز اقول له حاجه قبل ما اتكلم عن مبادرتنا اعتقد اللي وشنا حلو عليك كنت معانا في الحلقه تاني بعدها بيومين كان عندك مباراه جبت هدف عالمي والمباراه اللي بعدها هدف عالمي عشان تعرف بس عشان لما نقول لك تعالى تيجي على طول لا ما انا باجي على طول من غير اي من غير اي حاجه انت عارف انا بقى مبسوط معاك يا كابتن شادي على طول يعني. وانا كمان يا محمد والله انت الناس المحترمه برحب طبعا بينو واستاكوزا وسمير واخواتي اخواتي الكبار طبعا وحشني جدا بصراحه كلهم حبيبي يا سمره محمد الاهلي يقدر يقدر طبعا مفيش حاجه مستحيله طبعا على النادي الاهلي والنادي الاهلي عودنا دايما يا كابتن شادي مر بالمواقف كتير وفي امثله كتيره يعني وسنين كتير كان النادي الاهلي في ظروف صعبه والناس كلها ما كانتش متفائله ان النادي الاهلي يحقق بطوله افريقيا والحمد لله في ظل ظروف صعبه كلها النادي الاهلي كان بيرجع بالكاس وكان بيفرح جماهيره فمفيش مفيش مستحيل على النادي الاهلي ده تعودناه والناس كلها متعوده على النادي الاهلي ده طبعا ان مبقاش في اي مستحيل يعني فان شاء الله خير يعني يا رب ان شاء الله الامور تعدي بصوره كويسه وما يبقاش في اي مشاكل يعني ان شاء الله اول ما قلت محمد سمير معانا انا عايز اقول لك اينو بص شكلك ماسك عليه حاجه لان حط ايده في جنبه ومش عادته معاك انت مش مستغرب زيي ولا ايه؟ لا ما انا قلت له اهدى بقى دلوقتي على الهواء انا مش هتكلم انا بقالي كتير ما شفتوش والله وحشنا يا سمره والله انت والله انا وحشني جدا وكلكم وحشني والله وعايز اشوفك يا عم قريب كنت في الامارات وبعد كده رجعت عايز اشوفك بقى كلمني عشان اجي لك لا هيجي لك لما الغله تخلص انا عارف كويس جدا الدراهم عارف الدراهم بس تخلص واجي لك على سمره لا بس انا عايز اقول له حاجه انا ببارك له ماشي يعني بمستوى كويس جدا في الفتره الاخيره دي حقيقه وانا يمكن برضو من خلالك كابتن شادي انا بحيي كابتن محمد عوده وفريق المقاولين جميعا ماشيين بمستوى كويس غير السنين اللي فاتت وسمير على المستوى الخاص يعني ما شاء الله ماشي بمستوى كويس وبعدين ده شويه شويه ياخد الهداف بس انا عايز اقول ما شاء الله يعني اجوانك كمان كلها عالميه ده انت كده واحده واحده هتغطي في على الاجوان بتاعي بس برضه لازم يشوط ما بيلبس 96 يعني انت بتلبس مقاس 96 وش رجلك قد كده ما لازم تخش كنت لسه بكلم الكابتن اينو من يومين كده كابتن شادي الكابتن اينو الكبير طبعا من يومين بعد الماتش وكان بيبارك لي وكده كان هو في الراديو وقال لي انت كده هتسحب البساط من اينو قلت له لا اينو دي ده احنا بنتعلم منه دي حاجه كبيره محمد انا 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 بشكرك جدا على دعمك ومساندتك للنادي الاهلي وربنا يوفقك ماشي بشكل هايل جدا في الدوري الممتاز ربنا يوفقك لان انت تستاهل كل خير بشكرك شكرا جزيلا واحد من الشخصيات المحترم طبعا. جدا وعايز اقول لك انا متابعه الماتشات اللي فاتت ما شاء الله ماشي بشكل كويس جدا بغض النظر عن الهدفين اللي هو جابهم هدفين يعني من افضل الاهداف في الدوري الموسم ده خصوصا الاولاني شفت الاولاني بتاع الاسيوطي لا ده جاب جون حلو قوي عالمي ولقوا من مسافه مش مكاني شاط منه فاول كبيره لا انا عايز اقول كمان حاجه لسمير بره الملعب كمان يا كابتن شادي شخصيه مؤدب جدا يعني شخصيه محترمه جدا ومتربي جدا يعني فبتمنى له طبعا التوفيق ربنا يوفقه ربنا يكرمه يعني انه قبل ما سمير يدخل على التليفون كنت بسالك
دايما واحنا عايزين نقدم برضه زي ما بنتكلم في امور كتير كويسه ومتفائلين واللاعيبه ان شاء الله هتبقى رجاله والجهاز الفني يضع التشكيله المناسبه، لازم نتكلم في الاخطاء. احنا دايما بنتكلم اكتر حاجه تخاف منها زي الهدف اللي جه فينا. انا مش هقول فرد وده السبب وزي ما البعض بيعمل، لكن اللي هقوله وانت بتهاجم لازم المدافعين يوقف اعلى تركيزك، ما تخليش الراجل بعيد عنك، ده مهم جدا في المباراه خصوصا القادمه. فرقتي بتهاجم هي اخطر ما الفرقه يبقى معاها الكوره، لانه بياخد الكوره بتبقى هجمه مرتده لو انت واقف غلط ب 1 2 او بباص طويل ممكن الدنيا تلاقي الهجمه مرتده عليك بمنتهى القوه. متفق مع الكلام اللي انا بقوله ولا؟ اكيد طبعا. وانت كنت نجم من 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 نجوم خط الدفاع، انت ذات نفسك يا كابتن شادي لما كنت بتبقى واقف اعتقد ان انت ما كنتش بتركز على اي حاجه ولا الكوره حتى لو بعيد كنت دايما بتبقى مركز 100%. ما انا ممكن زي ما انت بتتكلم واحده كده هجمه مرتده ترجع عليا، وخصوصا لو فرقه منظمه بتعرف تعمل الهجمه المرتده ازاي، اعتقد في ثانيه بتبقى عند الجون بتاعك. وده الهدف اللي جه فينا في الوداد. وده الهدف اللي جه يعني انا كنت في الاستاد، هي دي الكره متهيألي اللي راحوا بيها. بس انه لما شفتها في التلفزيون فاول لازارو. بص هقول لك على حاجه، فاول او مش فاول احنا برضو يا كابتن شادي مش عايز يعني مش عشان ما يقولوش ايه ده اينو قال دي شماعه، لا انا مش عايز على ما اتحسبتش وكلنا متفقين، مش يعني مش عايزين نتطرق للحكم، كلنا متفق. انا واحد من الناس حتى فوجئت ورايا، انا قمت شتمته واتنرفزت. ده خلانا يعني كلنا اتنرفزنا خلاص. انا انت بقى تنسى انت مين. انا قمت في الاستاد والله العظيم يا استاذ كوزا قمت، مش عايز اقول لك انا اقول لك على حاجه بس انا اسف على المقاطعه، كل الناس عملت ده في التلفزيون مش زي الطبيعه. انا عايز اقول لك اللاين زمان في الشوط الاول غلط 4 مرات وهو يدي كرات عكس بس كانتش باينه، ما جاتش في التلفزيون. احنا بنبعدينه وشايفين اه بيرجع بسرعه، تحس ان هم مش متفقين مع بعض. يعني حكم الصفاره غير الايمن المفروض يكون في تجانس بينهم، ده يعمل كده ينزل او ده يرفع يقول له العب، تحس ان هم بيحكموا ماتش خماسي وده نهائي بطوله افريقيا. ونهائي بطوله يعني المفروض الاتحاد الافريقي يبقى عارف هو بيجيب مين، يعين كل مباراه واحد يكون على قد المسؤوليه، وبعدين يبقى يجي يصالحك في فاول مثلا ايه هو حس بقيمته بالغلط اللي عمله، يجي مثلا يصحك ايه وده اللي انا قلت في فاول في نص ملعب خلاص انا مش عايزه. هو مش فاول اساسي، هو اصلا مش فاول، تيتي يروح موقف لك هجمه والكره مثلا تبقى معاك، ما تدي خلاص ادي دي لصالح الفرقه. انت لما هتصفر وتعطل لي الكوره انا استفدت ايه؟ يعني انت بتصالح ال 60,000 اللي في الاستاد، الناس مش عايزه الفاول بتاعك. فمش عايزين نرجع نقول فاول من البدايه ولا لا، بس انا لازم لازم انا اركز كمدافع او كخط كامل، لازم ابقى مركز كويس، وخصوصا زي ما بقول لك فرقه الوداد زي ما سمير قال اللي هم عندهم لعيبه كويسه، في لعيب كمان كويس قوي رقم 17. رقم 17 ده متحرك وعنده كنترول على الكوره كويس، بيعرف يستحوذ كويس، بيعرف يلعب الناس اللي جنبه كويس. وبعدين يا كابتن شادي يمكن انت لاحظته كنت في الاستاد، عنده كنترول على الكوره غير طبيعي، عنده ثقه في نفسه وعنده ثقه اللي هو ايه بقى عنده ثقه سمير اللي هو ايه ما بيخافش، يعني بيقف على الكوره بيرقص 18 سنه بيروح للعيب، يعني كان بيمسك ده في كوره مسكها مش عارف نجيب داخل عليه وسعد راح موقف وعملها بكعبه وراح يعني عارف واثق في نفسه، مش اللي هو راهب الكوره او خايف، اداؤه هيبقى مختلف. ده كمان بيلعب ايه في وسط 60,000 وفي وسط جمهور خارج ارضه، ما بالك ده بقى لما بالك ده بقى لما يلعب مع جمهوره كويس. اللي انت بتقوله ده انا مبسوط منه جدا. لا رقم 17 ده من دلوقتي لازم نخلي بالنا منه، النادي الاهلي فوجئ بيه، احنا كلنا فوق. صلاح الدين السعيد، بص يا شادي انا ما كنتش اعرفه، انا اول مره بصراحه اتفرج على فرقه الوداد، حتى ما كنتش متابعهم الفتره اللي فاتت، يعني انا ما كنتش حتى متابعهم الا في المباراه النهائيه اقسم بالله. بس رقم 17 ده شدني، انا ما اعرفوش، ما اعرفش مين ده، حتى انا في الاستاد معايا زمايلي قلت لهم هو ده اسمه ايه. اقول لك على اللعبه ما حدش اتكلم عليها كتير خصوصا في الشوط الثاني، لولا احمد فتحي كانت هتبقى هدف، اللي رجع خدها في الاخر، اللي رجع خدها لما راحت ناحيه اليمين اللعيب حصل له صبر على الكوره ما لعبهاش على طول، اللعيب عمل نفسه اللي هيقطع خطف عين مش فاكر مين المدافع اخد فين، تروح جاي رجع لتحت استنى الكوره اتلعبت له، احمد فتحي كان واخد هو اللي رجع غطى اكتر من 30 واحمد راح جاي مطلعه. عارف اللعبه دي جون طبعاً بنسبه 100%، عشان كده ما تلعبش على الفينت، العب على الكوره والمان طبعاً اللي جنبك. عندنا النادي الاهلي هيتاثر الاهلي هيتاثر بالغيابات استاكوزا اللي موجوده زي حسام عاشور وصالح جمعه وعلي معلول. يعني انا الكلام دوت احنا اتسالنا فيه ساعه مباراه النجم 6 وكان في غيابات كتير قوي، والنادي الاهلي باللي موجود طول عمر النادي الاهلي كده دايما في المواقف اللي زي دي، ماتش صفاقس كان في ماتش النجم اللي المباراه كنا بنلعب مباراه السوبر الافريقي
كان بيغيب عننا تريكا وكان بيغيب عننا بركات وكان يعني هي نفس الظروف، والحمد لله رجعنا من اثيوبيا بالسوبر الافريقي وكان في اعداد كتير. دايما النادي الاهلي محطوط في جزئيه الضغط دي اللي هو بتغيب عنك لاعبين ولاعيبه كمان مؤثره. يعني انا النهارده ما بيغيب عندي في نص الملعب، انا بيغيب عني ثلاث لعيبه في قلب الملعب، انا بيغيب عني حسام عاشور، اصابه عبد الله السعيد، صالح جمعه، فانا بالتالي ما بتاثرش. مباراه كسبانين ستة في ظل غياب اعمده اساسيه في النادي جدا في النادي الاهلي، فانا شايف ان السؤال ده مش للنادي الاهلي. يعني انا شايف ان مباراه النادي الاهلي اللي موجود هيأدي. تحرجني ليه؟ اسحب السؤال خلاص. انا ما اقدرش احرج، بس انا عايز اقول ان عاشور فرق يا شادي طبعا. طبعا هي الفكره يعني كمان برضه شادي ان انت دلوقتي عندك 25 30 نجم، مش معتمد على ال 15 لعيب اللي هم متواجدين باستمرار. لا، اذا كان احمد الشيخ ما بيلعبش فهو من لعيبه النجوم، اذا كان حمودي حمودي طب اقول لك على حاجه، محمودي له حقه. حمودي نزل مباراه النادي الاهلي، خليني بقى ادي له حقه، سحب فرقه النادي طبعا. الاهلي كان في نقص عددي جداً في الهجوم، ومن كتر الضغوط بتاعت المباريات الكتير المهمه انا احس بالزبط كلاعب، وانتوا اكيد لعيبه كبار، لما نزل حمودي سحب النادي الاهلي لقدام في الوقت اللي لعبه كان مؤثر جدا للامام. هو حمودي حسين السيد لما جه شارك مكان علي معلول لعب مباراه روعه واحرز هدف صح عالمي. صح، اي لعيب بيتواجد ان هو كابتن حسام بيعتمد عليه بيحطه زي رامي ربيعه في ماتش النجم، محدش كان يتخيل ان رامي ممكن يعمل هاني مباراه هايله كده واحرز هدف، وكان مؤدي دوره بشكل رائع. فالنادي الاهلي الحمد لله زي ما كوزا قال كده، ما مش ده السؤال اللي تسأل النادي الاهلي اللي لعبت، ان كلهم نجوم ما شاء الله وكلهم بيأدوا مكان ما بيتحط. وموقف طيب متكرر كتير. طب انه هذكر الناس بحاجه بخصوص علي كمؤثر المباراه الاخيره، لعيب مهم جدا بيلعب في المنتخب التونسي وكل حاجه، بصراحه لعيب عنده شخصيه انا بشوف كده، لانه في المباراه الكبيره ظهر بشكل كويس جدا من اكتر لعيبه. بس هستشهد بالتاريخ لحاجه ممكن البعض ما اتكلمش فيها، كان على المستوى التكوين الجسمي احمد شديد قناوي في مباراتين الصفاقس. تعرفين لاحمد شديد اول مباراه ليه كانت الصفاقس هنا، وكان نجم المباراه وهناك. لما نيجي نتكلم في الكور المشتركه كان بتلاقيه بيطلع مع كان اسمه شادي همامي او انا بحاول اتذكر الاسماء، وكان هو قصير جدا وبيطلع من الجنبات، الروح النادي الاهلي كانت وهم كانوا مركزين عليه حلو. كمان كانوا مركزين عليه، حاسين انه قصير فكانوا بيعملوا لونجات كتير ناحيته، هم فكروا اللي هو كان نقطه ضعف. لما بتفاجئوا بيه ده عمل مباراه هنا من اروع ما يكون الصفاقس هنا ولعب هناك. فبالتالي اللي انا عايز اقوله خلاص انت بتنسى الاسماء مين اللي هيلعب طبعا. يعني بص حتى سبحان الله نفس السيناريوهات، لحد لما يجي يلعب العناصر اللي بتغيب النهارده عندك ثلاثه اربعه بيغيبوا، لكن معاك رجاله انت تعتمد عليهم زي حسين لو لعب هيبقى راجل، لما لعب مباراه الاتحاد كسر الدنيا. ده كان كويس طبعا حسين. الاهلي بمن حضر ايه؟ بص يا كابتن شادي، مش اي حد يلبس فانيله النادي الاهلي. انا هلخص لك الدنيا دي ليه؟ لخص اتفضل. انا هلخص. لا بجد يعني طالما انت لبست تيشيرت النادي الاهلي يبقى انت على قد المسؤوليه. واللي ما يعني اللي ما يقدرش يلبسها يبقى خلاص ما يبقى تحس ان هو ضعيف من جوه، فاهم؟ حسين السيد زي ما انت قلت اختبر قبل كده في كذا موقف وكان على قد المسؤوليه وبيكسر الدنيا. وانا يعني انا من ايام حتى ما انا كنت في النادي الاهلي حسين كان لسه صغير قبل ما يمشي ويرجع تاني، كورته كويسه، لعيب عنده ثقه في نفسه وبيشوط، وكان ليه اسم كويس في قطاع الناشئين، وكان في الناشئين مسمى، عشان كده كان بيتصعد. واحنا كان كمان بيتصعد كان في الجيل بتاعنا ده، كان ساعتها جلبرتو وسيد معوض ومحمد عبد الوهاب ومحمد ابو الله يرحمه وطارق السعيد، يعني كان يعني اللي بيتمرن بس اللي بيتمرن بس يقول انا بتمرن. بص تخيلوا بقى بتتكلم في اربعه مين ازاي بيلعب واحد ما بالك اللي بره. فحسين لعيب كويس، لو علي غاب اعتقد ان احنا مش هنحس بحاجه. كلنا شفنا لما حسام عاشور غاب، لا رامي ربيعه رغم ان مش مركزه بس رامي لعب وادى واحرز هدف يعني ماشي بمستوى كويس. احمد فتحي عنده حلول اللي هو ممكن يخش في نص الملعب، مش عارف هتلاقي نفسك اللي انت كابتن حسام عنده حلول، وهي دي بقى ميزه النادي الاهلي. امال النادي الاهلي ليه اكبر نادي في افريقيا؟ عشان عنده وفره من اللعيبه، عنده احسن لعيبه في مصر، وشخصيه البطل انا لو ما كنتش انا واخد على الشخصيه دي او انا واخد اللي انا ابقى على قد المسؤوليه انا ما استحقش اللي انا العب بتيشيرت النادي الاهلي. فهو ده اللي احنا عايزين نقوله. عايز اقول لكل اللعيبه، لعيبه رجاله كلنا، يعني احمد الشيخ ما بيشاركش بس اعتقد ان احمد الشيخ لو نزل واتحط في الموقف هيبقى كويس. حمودي انت ضربت بيه مثل، انا كنت في الاستاد حمودي نزل عمل يمكن 10 دقايق ولا ربع ساعه الفتره اللي لعبها من احسن ما يكون. صح، نقلنا نقله تانية خالص. عايز اتكلم في نقطه فنيه، وبعدين بنتكلم فنيا. عارف معناها ايه؟ معناها ان انا قاعد
متابع بعناية الثغرة اللي قدامي، فرقتي محتاجة اللي هي أسحبها لقدام، فعشان كده بعض الكرات كان بيعتمد على الفردية ويعدي، وبعض الكرات كان بيغير الملعب بسرعة، فقاعد مركز، وده دور اللعيبة. ممكن يبقى دورك تنزل تغير المباراة، متعب. بنتكلم في 7 دقايق عمل حاجة، وهو ده اللي عايزكم تتكلموا فيها انتوا التلاتة، وأنا شايفها كانت سلبية عند النادي الأهلي عشان نتكلم بكل أمان. شوف لما الحكم يبقى بيحسب فاولات بيحرجم الفريق بلغه الكوره، ما فيش حد كان بيروح عليه لغايه لما متعب نازل في اخر في في في, في اخر 7 دقايق زي ما انت قلت محمود، ده عمل كوره ولا اروع ما فيهاش توفيق. ولكن انا اللي بعترض عليه طول المباراه كنا طيبين قوي مع الحكم، قرارات عكسيه واللعيبه واقفه ما فيش 3-4 ايديهم ورا ظهرهم يروح عشان القرار اللي بعد كده يبقى مظبوط. ده احنا اتعلمنا كده بلغه ده ما كانش موجود، وانتوا كل المدرجات كانت بتقول شادي مين اللي راح عليه اللاعب الوحيد لما يتعب. يبقى احنا هنا بنتكلم في عنصر الخبره ناقص في الملعب. يعني انت بتتكلم اللعيب اللي رايح عندي الوحيد اللعيب اللي هو عنده خبره. هي برضو احنا نفتكر شويه في 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 فريق النادي الاهلي اللي ما عندناش خبرات واعمار كبيره كتير. فكان هنا عماد لما نزل الملعب، ولانه هو متعود كتير على المواقف دي وتحط في المواقف دي كتير، وعارف نوعيه الحكام دي. النهارده لو انا ما فهمتلكش ان انا واخد بالي من نوعيه الفاولات اللي انت بتديها لي، لان في حكام بتتعامل معاك على قد ثقافتك. يعني متخيل ان هو ممكن من ثقافتك ان هو انا حسبت فاول عليك على ال 18 فلما ادولك في نص الملعب كده انا رضيتك. لا خالص طبعا، انت النهارده لما بتجيب لي فاول على ال 18 انت عملت لي خطوره نسبه هدف مثلا بنسبه 30-40%، لما بتيجي تديهولي في نص الملعب ده ما بيرضنيش. لكن عماد كان شايف دي، فكان لازم يوضح له دي. فقله وجود الخبرات برضو بتفرق في المواقف دي. صح، حتى في الكره الجون اللي انت بتتكلم اللي هو جه خبرات التمركز. النهارده انا فرقه بتهاجم على طول، اي فرقه بتهاجم بطبيعه النادي الاهلي لازم عليك مرتدات كتير، لانك انت الطبيعي جدا ان الكره لما تتقطع بيلعبوا على اللونج، مش الفرقه اللي هي تعرف تخش تخرج من الملعب بشكل تنظيمي، يعني مش هيطلع بشكل تنظيمي. فانت النهارده بتهاجم، فانت بتيجي عليك في التلت الدفاعي، فطبيعي جدا يبقى في مرتده، فما ينفعش ان انا ابقى فرقه مهاجمه طول الوقت يجي فيا جون يهد كل ده. فانا شايف هو الفرص على صوابع، يعني اللعبه دي لو كنا متمركزين بس كان خلي بالك تمركز انت كنت قريب، كنت قريب من هدف تاني. انت عمال تضيع ومسيطر. انا من وجهه نظري في البعض بيقلل المباراه، احنا وقعنا شويه الشوط التاني خصوصا من وجهه نظري في ربع ساعه كده، عشان الضغوط الكبيره بقى اللي عليك، لاعب ترجي نجم ماتشين في الدوري، الوداد موجود، ضغوط جماهيريه عليك، لازم تحرز البطوله. انت في خلي بالك بتلعب دوري من غير جماهير، فالشكل اللي كان موجود جماهير بتشجع من اول دقيقه، كل دي انا متفاهمها، بس لازم اتكلم في ده عشان نفيد الفريق. اللي انا عايز اروح لك ليه يا سمير، وده بالنسبه لي برضو مهم جدا في حاجه تخص الفريق، محمد نجيب لعيب ما يلعبش، ملتزم، اتمرن في المباراه، كل لعبه محتاجه في كور، لو الراجل عدى انفراد تاكلنج بمنتهى القوه، حاجه بصراحه يعني لازم نديله حقه. بص هي دي ميزه النادي الاهلي، سواء نجيب او بعض اللعيبه اللي ما بتلعبش. نجيب من اللعيبه المحترمه جدا، من اللعيبه الرجاله جدا، من اللعيبه المؤدبه جدا، وقت ما بيطلب منه ان هو يتواجد في الملعب بينزل وبيأدي كانه لعب 4-5 ماتشات ورا بعض. صح، والبار بتاعه جاهز ولعيب جاهز، ودي يعني النقطه دي تتحسب برضو للجهاز الفني، ان اللعيب ده في التمرين ما بيأثرش، بدليل ان هو بيجي في المباريات بيأدي زي سعد، زي رامي، زي اي لعيب. ولو هو مش يعني مش لعيب كويس ولعيب محترم كانش ربنا كرمه كده، كانش الجماهير كلها تتكلم عليه. وبيتحط في مواقف صعبه في مباريات تقيله. صح، مش اي لعيب قبل نهايه افريقيا، مش اي لعيب يتحط في موقف زي ده تقدر تاخد منه بنسبه 90% من ادائه. تابعت المباراه كويس؟ طبعا، شفت اللعبه اللي كان فيه اتلعب سرو كده من الجنب، ولو اتزق خلاص انفراد، راح جه محمد نجيب بمنتهى القوه على اللعبه دي، لو اللعيب زق قبليه بقى انفراد، فكل الملعب قام. انا عايز اقول لك مش باللعبه، جمهور الاهلي ذكي، لا هو بس حاسه انت قاعد متابع وشاف التحركات من زي التلفزيون، يبقى الكادر قدامك انت شايف بقى الملعب كله، الراجل كان فعلا هجمه خطر. محمد نجيب منتهى الاصرار والتحدي، وهي دي الروح اللي احنا بنتكلم عنها. زي ما انت قلت، انت برضو لما بتتفرج من الملعب وانت متواجد في الاستاد غير اللي بيتفرج من التلفزيون في البيت، انت في حاجات بتبقى شايفها وشايف تحركات لعيبه مش باينه لنا في التلفزيون. فانت بتاخد بالك من نقط تحركات، بتقول لا الراجل ده واقف صح، الراجل ده مركز، الراجل ده واقف عارف بيتوقع ساعات ان الكره دي هيجي هنا، بيبقى مغطي ومأمن نفسه. هي حته تركيز ان محدش
يتوه في الملعب صح. عشان ما تخطفش، لان هو الجون عمره ما يجي غير بغلط بغلطه من مدافع او بغلطه من اي لعيب، هو الجون مش هيجي غير بغلطه. طيب ايه انه عايزين نتكلم كوره اكتر ونحط السيناريوهات اللي هي ممكن تبقى موجوده بعيد عن العواطف. لو الاهلي لا قدر الله لا قدر الله جه في هدف انتهى برضه تجيب هدف موجود في البطوله وموجود في، يعني مش اللي هو حاجه يعني مستحيله، يعني انا مش عايز اوصل بس خلينا نحط السيناريوهات. لو الاهلي جاب هدف برضه انت ترجع بالكاس البطوله تمام، 2-2 ترجع لكن ما تخسرش. من هنا باللي انت بالمعايير اللي انا بكلمك فيها، شفت الفرقتين، شفت جمهور هناك شرس، خلينا نتكلم بصراحه، ايه النصيحه اللي انت تقدمها للنادي الاهلي يعمل ايه في البدايه؟ 1-2-3-4 رقم واحد، كل لعيبه النادي الاهلي تركز وخصوصا الخط الدفاعي اللي انت ما يخش فيك هدف. ليه؟ لو دخل فيك هدف انت بتديهم ثقه زياده، جمهورهم هيعلى، نفسيتهم هتعلى، فانت رقم واحد انت ما يخش فيك هدف. تقعد تلعب، انت ممكن تفضل تلعب 80 دقيقه 85 دقيقه وفي الاخر ربنا يكرمك زي الصفاقس كده بجون ابو تريكه هوب خدت الكاس ورجعت وخلاص. طول ما انت الفرقه الكويسه اللي بتبقى مركزه، طول ما انت ما بيجيش فيك هدف انت ممكن تجيب صح، لكن لو انت جه هدف انت رقم واحد بتدور اللي انا لسه عايز اعوض، لكن طول ما هي 0-0 انا لو جبت جون خلاص خطفت الماتش وسرقته بلغه الكوره. فده رقم واحد انا بنصح اللعيبه، واكيد الكابتن حسام طبعا يعني هيقول لهم اللي انا الناس اللي ورا دي هتكون مركزه مع شريف بنسبه 100% اللي هم يخش فيهم هدف، هيبقى التركيز جامد جدا عليهم. احرر الخط الهجومي بزياده من وسط الملعب لكن يبقى فيه تامين دفاعي، بس اكيد هيكون فيه حرص برضه، ده مهم لازم جدا اللي انا احرص رقم واحد اللي انا ما يخش، مش مشكله انا اجيب جون بس لازم رقم واحد اللي انا ما يخش فيه هدف، لو دخل فيه هدف انا معرض ان انا يخش فيه الثاني. فانت هتضطر بقى اللي انت ايه، بدل ما كنت بتدور على المكسب على جون، لا انت بقى هتدور انا رقم واحد اتعادل، رقم اثنين اللي انا يعني اجيب جون ثاني. فده رقم واحد. رقم اثنين اللي انا العب بحذر بحرص وبرضه هاجم، يمكن في نقطه اللي سمير قالها اللي هو عمر النادي الاهلي ما بيلعب على الدفاع، عشان هي كده قاعده في لغه في كره القدم، اللي طول ما انت بتلعب على التعادل يبقى هتخسر، هيخش في الجول. لكن انا لما انا رايح انا بطل افريقيا، انا رقم واحد بعيد عن اي حاجه ونتيجه المباراه اللي فاتت انا بطل افريقيا. وانت عايز تقنعني اللي دلوقتي مع احترامي لجمهور نادي الوداد والمغرب هم اشقاء وكل حاجه، لكن هم عارفين هم مين اللي رايح له صح. النادي الاهلي نادي كبير جدا، النادي الاهلي رايح باسمه بس، الناس كلها بتبقى خايفه. فالوداد عامل حسابه 100% اللي النادي الاهلي بيلعب بره ارضه زي اكنه بيلعب في برج العرب. فاكيد هيكون على حرص برضه هو كمان، مش احنا اللي هنبقى رايحين خايفين، لا انا بطل افريقيا بروح اكسب في اي حته، بروح تونس اكسب، بروح المغرب اكسب، بروح في اي حته اكسب. فهم هيكونوا واثقين ان النادي الاهلي جاي بيلعب على الفوز على الكاس، مش جاي اتعادل انا، لا انا ما باجيش اتعادل. زي النجم رحنا هناك عملنا نتائج كويسه، رحنا الصفاقس عملنا نتائج كويسه، فاكيد مدرب المغرب هيقول لهم ان النادي الاهلي مش جاي يدافع. فانت برضو لازم تروح وهتلعب ومش هتبقى خايف، بس رقم واحد ارجع بكلامي اللي انت يبقى عندك حرص اللي انت ما يخش فيه الجون، طول ما انت ما بيخش فيه الجون انت وارد اللي انت تجيب في اي وقت، وانا عندي ثقه ويقين ان النادي الاهلي يعني هيجيب. وبامر الله كلنا في ماتش النجم كان الناس خلاص فقدت الامل في وليد ازارو، الراجل عمل عكس كل الناس وربنا لما كرمه كرمه من واسع وجاب ثلاثة. مش بالقطعه دي، مش لا لا مش مقبوله. ما فلافيو الناس كلها قعدت تهاجمه سنه، مانويل جوزيه فضل مصمم عارف امكانياته ايه، بعد كده يوم ما كان بيغيب فلافيو الناس كلها تقول لك فين فلافيو، بقى هو الهداف للنادي الاهلي. يعني هي الكوره مش من ماتش وحش ولا لا، فاحنا كلنا ورا النادي الاهلي وربنا يكرمه ان شاء الله ويرجعوا يعني مفرحينه. كسبنا محلل جامد قوي على فكره. هو ليه كل مره يقول زي ما سمير قال؟ الله شفت بقى بيفكر كل مره يقول زي ما سمير قال. انا عارف القعده دي مش هتعدي على فين. هي القعده دي اول ما قلت كسبنا محلل جامد قوي قال لك بياخد كلام سمير. هي دي بقى ايه؟ كل شويه اقول لك هي دي بقى انك انا بهدي النفوس هنا بالبرنامج. هو متعود بالحلقه اللي فاتت. لا انت سمير يجي يضربه على الهوا ولا ايه؟ بصراحه انا خايف، انا قاعد خايف الحقيقه. ليه بقى؟ عشان ده. يعني انا خايف عشان الاسد ده. الاسد ده ممكن يكون انت عارف اول ما شفتكم يا سمير رجعت للذكريات وانتوا كنتوا بتعملوا ايه والروح دي خصوصا قبل المباريات المهمه. بس انا كان نفسي يا كابتن شادي احضر استاكوزا في الاهلي بجد. انت خلصت عليه تحمد ربنا يعني اقسم بالله بجد من الناس اللي انا كان نفسي يعني هو مشي
وانا ساعتها جيت. لا مش هو مشي انا اديته الرجل اديته انا مشيته انا اديته الرجل مشيته بس انا كان نفسي ده فعلا. انا كنت يعني انا اول ما جيت النادي الاهلي كنت بسمع بقى عن اللي استاكوزا كان بيعمله في السفريات والمعسكرات. طبعا احنا انت عارف كنا بنعمل سمير حضر كنا بنعمل ايه، فما بالك بقى ده لو كان معانا كان النادي الاهلي. انا عايز اقول لكم على حاجه، اتكلمنا في الكوره واتكلمنا في نصايح واتكلمنا في كل حاجه، دايما الجماهير بتحب الذكريات والكواليس يا سمير، والذكريات والكواليس معاكوا كانت مختلفه وفيها جنان وكان فيها تركيز ووقت الشغل شغل ووقت الجد جد، وده اكيد الناس كلها عارفه. فاكرين اللحظه دي ولا مش فاكرين؟ انا فاكر الصوره اللي قدام في الفتره دي قبل الماتش. طب كنا فين الاول؟ كنا في اليابان. برافو عليك. لا برافو عليا، انا كنت اصلا اللي بغطي الفتره دي واخد. انا الكابتن حسام قال لي انت كان في المجموعه، قال لي انت بره الماتش اليابانيه كانت العزمانه. لا قال لي انت بره الماتش، نزلت اشتريت كاميرا وبدات ابقى ايه بصور المواقف والحاجات دي الاول، ما قال لي انت بره الماتش. فكان طبعا الموضوع بالنسبه لي طبعا كان تغطيه شغل، انا كنت بره. والله نفسي تحكي الموقف بتاع احمد السيد والطيار. اني موقف بتاع احمد السيد بتاع في امن هنا. لا ده مسلم، ده مسلم مش انا. هو الـ الايام دي كانت فعلا ايام جميله، كانت ايام جميله. احسن حاجه في الفتره دي كان في اوقات كتير جدا كانت بتبقى كده قبل مباريات، وقبل مباريات مهمه جدا قبليها بيوم او بيومين. بص دي مركز في الاكل وانا العصير خلص التاج كله مش زي ما انت شايف. طبعا صاحب الريتم طبعا احمد السيد عايز يقول اي افيه على فكره مش قادر. لا كانت ايام جميله. ستايل استاكوزا كمان بالايس كاب. ما خلاص ما انا بقول لك اقول لك الجو كان برد قوي، المكان اللي كنا قاعدين فيه حر شويه، اول ما بتفتح باب الفندق وتطلع بره ايه كان بيحصل بزق. كنت بتطير، كان ثلج السنين، احنا كنا بنطير كان دايما واحنا خارجين. طبعا هما كان عندهم اللي هو التكييف كان مركزي، فكله كان بيبقى خارج، احنا واخدين طوبات تقيله بقى وكده، فدايما انت جوه حران تبقى ماسك طوب كله طالع فارد صدره وفاتح الجاكيت، اول لما بيخرج برضه كده وفي كوفيه كنا واخدينها كتير تطلعها من جيبك وايس كاب يتلبس. عايزين نعمل شوبينج وفرحانين بقى المعسكر وتركيز، وخلي بالك الساعه البيولوجيه دي اللي انت بتقعد الليل نهار والنهار ليل، فبتبقى تحس اول اربع خمس ايام دماغك مش فيك، مش عارف تنظم النوم. فاول ما بتتنظم تبقى عايز تخرج شويه، خلاص بقى الدنيا ايه رستقت نفسك زي ما بيقول. وجينا مره ننزل مانو جوزيه هو سبقنا بخمس ست خطوات، الجو هناك 28 تحت الصفر وتهل جو ايه، فما ينفعش مش جو صعب جدا. راح جاي يخرج المولات جنب بعض كده، اول ما خرج اخد هو ايه مفكرها في الاول كده الفرق ما بين تكييفات الفندق، اخد خمس ست خطوات رجع قالك نو شوبينج فين يا رجاله. سمير انا فاكر في السفريه دي يا الذكريات والكواليس والحاجات اللي حصلت مواقف زي دي. بس انا عايز اقول لك على حاجه، كنت عايز تقول حاجه. ما بتشوفش الحاجات دي دلوقتي الكواليس. يعني الكواليس مثلا زي اللي احنا شايفينها دلوقتي او بتاعت القطن او قبلها وقبلها ما بنشوفهاش دلوقتي. يعني دي حاجه برضو بتبقى حلوه جدا ما بين اللعيبه. طبعا مش معنى كده ان اللعيبه ما بتحبش بعض حاجه، لا بالعكس، انا عارف اللعيبه كلها اصحاب وكلهم بيحبوا بعض، بس ما تحسش ان في الروح ديت دلوقتي ما بين اللعيبه زي الجيل ده. بتشيل الضغوط خلي بالك. يعني زي ما سكوزا برضه بيقول لك الحاجات دي كمان بتحصل ساعات في قبل ماتشات مهمه جدا وماتشات مصيريه. فاكر الاونو بس فجاه بقى تنزل الملعب الدنيا بتتغير والتركيز والوضع بيختلف خالص. عبد الله جلال اهو برضه. عبد الله جلال تحيه برضه لازم نديله. انا فاكر واحنا مسافرين السفريه دي كنت انا وحسن مصطفى، فكنت انا وحسن مصطفى يعني ايه بنتفق قبل ما الطياره تطلع ان هي طبعا الموضوع 14 ساعه. طبعا كان في النص كان الاربع كراسي جنب بعض، فكنا بنقسم الوقت، فكان عاملين الوقت عاملين على الموبايل الارم، فانا بنام تحت وهو بينام فوق، فكل ما يرن فاقول له حسن يلا عشان انا اطلع. حسن يلا، يقول لي اديني نص ساعه، اقول له بصحيك عشان شغل، بقول لك انا تعبت من النوم تحت الدور عليا انام فوق. فضحك عليا تقريبا انا خدت نص ساعه، طلعت فوق نص ساعه. لا بس بص الصوره وانتوا بتتابعوا كده تلاقي مجموعه عادي وبتفرح وبتاع، في مجموعه كانت بتركز في الاكل. بص احمد صديق عاشور وصديق الاثنين عاشور بيحب المكرونه عاشور. بص العمده برضه
اكنه ماسك ابنه اكنه شايل ابنه طبعا المكرونه اكنه ماسك بس عاشور خلص عليك ما قدرتش عليه انت خالص في الاهلي هو مش انا بس كلكم خلص على اجيال خلص على شوقي وحسن وهيل واكوتي واكوتي وانيس انت لو عديت الديفندرات ده اقول لك على حاجه خلص على كابتن اسامه عرابي ده كابتن اسامه عرابي هو اللي بطل الكابتن اسامه عرابي بص 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 بص, بص باكل ازاي هو مركز في الماتش ان شاء الله ما ننزل مصر هو مركز بس في لعيب انتوا يعني انتوا التلاته كنتوا على طول ماسكينه وانتوا في المعسكرات احنا ما سيبناش ولعبه الاونو الصقر 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 وبلال بجد والله خلي بالك برضه ده الحرامي يعني الغضب كبير انا في مره قعدت مره كنت انا وجمعه مش فاكر انت كنت قاعد جمعه وبلال وصديق وعاشور وقاعدين عندي في الاوضه انت فاكر الاوضه بتاعتنا انا وعاشور كانت رحت لكم مره وبطلت رحت لقيت نفسي مش هخلص فالمهم قاعدين بنلعب اونو فانا كنت ايه واخد اونو ثانيه معايا واحط في الشبشب وقاعدين والورق يكتر وبلال يقول لي هو الورق ده بيجيب الورق ده منين كل ما انزل ورقه اروح مطلع منين اطلع منين والصقر 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 انت سمير فاكرين لما وعدت الشله بتاعتنا فاكرين ولا لا هو كان بيحب الشله بتاعتنا دي قوي جدا كنا نقعد نشيله بقى ونضحك انتوا دفعتوا فلوس يا راجل كتير قوي لا بس طب عايزكم تقولوا قالوا انتوا الثلاثة بلال كان بيركز قولوا اوكي الو 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 علوا صوتكم شويه ايوه مين معايا؟ ده الصقر ده جدع ده الصقر ده لو سمحت اي الوحيد اللي قال الصقر انا ايه انا عارف منورنا عميد حبيبي ربنا يخليك ايه الاخبار كله زي الفل كابتن معانا على الهاتف كابتن احمد حسن النجوم كتير من نجوم منتخبنا الوطني بطولات كتير جدا حدث ولا حرج كان خير سفير في تركيا وبلجيكا وعلى المستوى الشخصي انا بحترمه جدا وعميد لاعب العالم كابتن احمد حسن برحب بيك كابتن احمد يا شادي ربنا يخليك حقيقي وانا كمان برحب بيك وكل اللي موجودين معاك اخواتي طبعا الصغيرين ونجوم للنادي الاهلي وحققوا نجاحات وانجازات وبسلم عليهم واحد واحد انا عارف ان معاك تقريبا سمير وهينو واستاكوزا مين تاني بس الدفعه الجايه بكره بقيه المجموعه كابتن احمد بقيت اللي خدوا الفلوس فين ما انا هتكلم في ده بقول لك بقيت اللي خدوا الفلوس فين لا ما انا هحكي موضوع الفلوس بس خليني استفيد اللي بقول لك يا صقر بردوش يجوا لا انا عايز اتكلم خلينا بس قبل ما نتكلم عن موضوع الفلوس نستغل في مبادرتنا معانا الكابتن احمد حسن عميد لاعبي العالم واحد من نجوم الكره المصريه تاريخ مشرف جدا كابتن احمد هسالك زي ما سالت كل نجومي الاهلي يقدر يا كابتن احمد طبعا باذن الله ان شاء الله الاهلي قادر وزي ده زي دايما ما احنا بنقول الاهلي بمن حضر شادي وان شاء الله اللعيبه اللي موجوده قادره واعتقد المنظر النهارده اللي احنا شفناه من جماهير النادي الاهلي النهارده للمسانده يعني اعتقد ان هو يديهم دفعه معنويه كبيره جدا 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 ان شاء الله باذن الله ويرجع النادي الاهلي بالبطوله وعايز اقول لك مش عايزين نضغط على اللعيبه ومش عايزين نضغط على الجهاز لان هم عملوا جيم كبير هنا يعني هم عملوا جيم كبير ويستحقوا مكسب كبير ولكن هي دي كره القدم انك انت ممكن تأدي وممكن توصل انما بيحصل نوع من يعني احنا كان نفسنا مثلا ماتش النجم يبقى ثلاثة والماتش ده ثلاثة يعني ما كناش عايزين الستة في النجم كنا عايزين ثلاثة هنا وثلاثة هنا الحمد لله انما 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 الاهلي قادر واعتقد ان في المواقف الصعبة دايما بيثبت لعيبة النادي الاهلي معدنهم ويمكن شفنا النادي الاهلي اتحط قدام الترجي ان لازم يروح يكسب هناك وهيكسب رغم ان جه في نجوم في الاول يعني جه في جون النادي الاهلي الاول ومع ذلك قدر النادي الاهلي يقف تاني على رجليه ويعوض كل دي حاجات بتدي خبرات وكل دي حاجات بتدي معنويات كبيره جدا للعيبه وكمان بتعمل نوع من انواع الضغط لان خلي بالك الوداد هم دلوقتي حاطين في دماغهم السيناريو بتاع الترجي في الوقت الحالي فده ضغط برضه عليهم نفسي ونتمنى ان شاء الله ان الاهلي يعني يحسم اللقاء ويجيب اللقب اعتقد هيبقى ليه طعم تاني من المغرب ويمكن انت جربت ده في ماتش صفاقسطا شادي طبعا يعني انتوا لما جبتوا اللقب من تونس كان الوضع مختلف كانت الفرحة ليها طعم تاني حتى مع الجمهور كابتن احمد متفائل والله بص انا بطبيعتي متفائل يعني انا دايما من الناس اللي دايما متفائله وعلى ثقه كبيره ان كره القدم
فيها كل شيء. وانا بحب التفاؤل يعني، انا يعني بحب دايما اكون متفائل ودايما اصدق التفاؤل للناس يعني. يعني ما ينفعش ان احنا نعمل حاجه غير كده، كلنا لازم نكون متفائلين. هروح للذكريات والكواليس معاك. انت عارف كان في مدرسه كلنا اتعلمناها، وقت الجد جد ووقت الهزار هزار، وانا هروح بحضرتك كابتن احمد للذكريات الجميله مع المجموعه اللي انت ما كنتش بتسيبها، وخصوصا في جاروه. انا عارف اللي هم دفعوا لك فلوس كتير جدا. يعني مش هحكي كواليس، انا هسيبك انت او اينو عايز يقول لك حاجه، ولان هو اعترف على الهوا من شويه اللي هو كان جايب اونو تانية ومخبيها لغايه. انت كنت عارف كده ولا مش عارف؟ لا هو كان بيلعب معايا، ما كانوش يضايق. ستر وغطى عليه. ازيك يا سواق؟ حطوش عليا انا. طب هو عايز يقول لك حاجه، اتفضل. ازيك يا كابتن احمد؟ حبيبي عينو، ازيك؟ عامل ايه؟ وحشني يا كابتن احمد والله، وانا سعيد اللي انا سمعت صوتك، ويمكن بقالي كتير ما شفتكش، بس دايما متالق في التحليل وبتابعك على طول. وانا سعيد اللي انا يعني كابتن احمد، انا سعيد فعلا من الناس المحترمه جدا يا كابتن. طبعا طبعا، وفعلا تاريخ لمصر وكابتن مصر، وانا من الناس اللي انا اتشرفت اللي انا لعبت معاها الكابتن احمد حسن، سواء في المنتخب في 2006 وفي النادي الاهلي، وفعلا كان قدوه ومثال للعيبه الصغيرين. وفعلا ما كنتش تحس ابدا اللي فيه كبير وصغير، طبعا موجود في الاحترام وفي الكوره، لكن هو دايما كان في ظهرنا ودايما بيساندنا، ودايما احنا كنا بنحب نقعد معاه. قفشت كام في جروه؟ خش في الموضوع. لا قفشت كام اللي هو عارف بقى. لا قول على الهوا قول. فاكر يا كابتن احمد؟ انا عايز اقول لك والله هو وعدنا دلوقتي ده، دلوقتي يعملوا صايوه دلوقتي. ايوه انا عارف. انا عايز اقول لك يا كابتن، طب مش هقول قفش دولار ولا ايه؟ لا لا مصري مصري. لا دولار، كان دولار. لا كان دولار. ما تفضحناش. طب محمود سمير عايز يقول لك حاجه، اتفضل يا كابتن. يا صقر منور الدنيا يا حبيبي يا حوده. حبيبي يا كابتن احمد، يعني انا عايز اقول لك والله فعلا برضه، يعني انا الفتره اللي قعدتها في نادي الاهلي كنت فخور جدا ان انا كنت بلعب وسط جيل محترم عظيم، وحضرتك كنت منهم ومن الناس اللي انا اتعلمت منهم كتير، سواء حضرتك او كابتن شادي او كابتن وائل جمعه، ابو تريكه، بركات. يعني حاجه بتحسب للواحد ان هو لعب وسط جيل كان مشرف مصر وامم افريقيا 2006 و8 و10. ففخور جدا ان انا اتعلمت منك وتعلمت من الناس الكبار دول في النادي الاهلي حاجات كتير، وسعيد جدا ان انا سمعت صوتك، واتمنى اشوفك كده دايما على خير كده يا كابتن. حبيبي يا حود انا بشكرك، وربنا دايما يكرمك كده. وانا كمان سعدت بيك والله، وشباب محترم، وكنت طبعا اكيد حققتوا نجاحات مع نادي. يمكن انا ما ساعدنيش الحظ ان انا استاكوز، انا اللي هكلمه بقى. مش لا ده بقول لك ايه، انت عارف عمل ايه؟ اسمعني يا كابتن احمد، ان هو يلحقني في الاهلي، ولكن انا على طول بضرب فيه بالخماسي. اه ايوه يا كابتن، ايوه اسمعني. اقول لك اخر نتيجه مباراه كام يا كابتن، وانت ومحمود بيكلمك انا فتان شويتين، دي الحقيقه. وهو ومحمود عمال يكلمك، عمال يشاور لي كاننا في المدرسه، انا كمان عايز اتكلم احمد. اه طبعا انا ما اقدرش اعدي اللحظه دي يا صقر. طبعا كابتن احمد طبعا من الناس النجوم طبعا الكبار. انا ما ساعدنيش طبعا حظ ان انا اكون معاه في نادي الاهلي. ايه الموقف اللي عايز تحكيه؟ انا مواقفي مشكله، انا الكابتن احمد حسن من ساعه ما انا طلعت احمد حسن دي عامله لي مشكله. بس هو عمل لي موقف، كنت في نادي، كنت في دجله. فالمهم ان كان جه اب يعني الولد كده، فجه كابتن احمد حسن، قلت له كابتن احمد حسن النادي الاهلي، قلت له النادي الاهلي. قال لي يا كابتن بس دقيقه واحده، انا ابني بيموت فيك. فالمهم وقفت طبعا، وبدات انا اظبط نفسي وبدات اعيش الحاله. فالمهم جاب الولد، فالولد وهو جاي كده، فالولد راح وقف جنبي، فكل شويه يعمل لي كده، فبص له اللي هو اخلص يعني، مش يبص لي كده. في الاخر عامل ازاي؟ انت الصقر. قلت له ما تمشيش نفسك باستاكوزا. قلت له مشي نفسك باستاكوزا. مشي نفسك باستاكوزا ويلا بينا. ده كان الموقف بتاع كابتن احمد، والموقف ده بقى كان على طول يعني معايا احمد حسن. اه بتاع العريس العميد. اقول له لا والله العميد، لا والله لسه. كابتن احمد حابب تقول حاجه كابتن احمد؟ لا لا بشكرك طبعا، دايما ان شاء الله كده موفقين. وانا استاكوزا والله، يمكن بقول لك هو يعني بيصعب عليا، لان انا بقى اضرب فيه حتى في الخماسي لحد دلوقتي. اضرب فيه. واضح ان حسن عميد لاعب العالم. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. بشكرك، شكرا جزيلا. هو ده اللي بنكسبه من الكوره، الاحترام يبقى موجود، الكل بيحب بعض، خاصة بعد ما تبطل كورة كمان. برافو عليك يا سمير، والذكريات دي هي اللي بتفضل معانا طول الوقت.
بص هقول لك على حاجه يا كابتن شادي، يمكن انت في لعيبه كتيره ممكن مثلا ايه بيبطل بس ما تلاقيش عند في حب عند الناس، ممكن مثلا يبقى صح. فلان في المكان الفلاني يبقى قاعد كده ولا حد يجي يصور معاه ولا يقول لك يا عم ده كان مش عارف ده مغرور، يا عم ده كان مش عارف ايه. فالامثله دي الواحد كان دايما بياخدها وبيتعلم منها كمواعظ ويتعلم منها. الحمد لله الواحد بيبني اسم كويس. ليه؟ اصل الكوره ليها، انت بتقطع صح؟ لا خالص والله. لا. ماشي. الكوره كلنا عارفين ان الكوره دي بتبقى فتره صح، وبعد الكوره هو القصة أو المهم اللي بعد الكورة. أنت ممكن بعد الكورة زي ما بقولك ولا حد يسلم عليك لو أنت كان لسانك وحش في الفترة اللي أنت كنت بتلعب فيها مع الناس أو تينيك أو كده، لكن طول ما أنت كويس كلنا بنشوف الكابتن أحمد حسن لغاية دلوقتي لو راح في أي مكان الناس بتلم عليه. ليه؟ صح. ده مش من فراغ العميد، لا ده عشان لسانه كويس مع الناس، بيعامل الصغير قبل الكبير باحترام. كابتن حازم إمام، كابتن شادي، كابتن أبو تريكة، كابتن وائل جمعة، الناس القدوة. فالواحد دايما الحمد لله بيعمل دي على اساس بعد ما يبطل تكون السمعه. انت بتطلع من الكوره بحاجتين، السمعه والسير. انا عايز اتكلم حاجه ليك شخصيه عشان وقتنا كمان جري. وانت موجود في الاستاد الناس عماله تفتكر انا شايف، وكنت بتصور والناس عمال تصور معاك انت واحمد عادل ويكلموك ويفكروك بالماتشات. جمهور الاهلي ما بينساش، ما بينساش. ولو يا ريتك كنت مش عارف ايه ده، في كوره مش عارف المفروض كانت تتشاط، لو انت اللي موجود، لو انت اللي مش عارف ايه. هل لو انت كان كنت وحش مع الناس او علاقتك وحشه بالجمهور ولا كان حد اصلا هيسلم عليك؟ صح. لكن الواحد الحمد لله دخل الاستاد واديك انت شفت، ده حب الناس، ده اللي الواحد كان دايما بيسعده. انا طيب كان في موقف كده، كان عندنا ماتش بعد ما رحت النادي الترسانه، ده بعد كمان ما قعدت موسمين مع نادي الترسانه، فروحت كان في مباراه وديه في التتش مع النادي الاهلي، فطبعا كان استقبال الجماهير بشكل يعني اللي هو يعني غريب لدرجه انا فاكر في الموقف دوت الكابتن محمد صلاح قال لي يعني انت علاقتك كده بالجماهير انت ازاي مشيت؟ قلت له يا كابتن هنا الجماهير علاقتها باي لعيب عدى جوه النادي الاهلي دي العلاقه بين الجماهير والنادي الاهلي، مش عشان انا بس يعني. فدي كان موقف الوقت جري معاكم. هقول حاجه في الموضوع ده سريعا، الكابتن محمد عماره وياسر رضوان كنت شايف صور كده من حوالي اسبوعين، وانا شايف اللي لازم الاهلي النادي الاهلي يعمل ده، انا شايف كده من وجهه نظر اللي هو ايه سريعا بسرعه عشان بيقولوا لي خلاص تايم، ان محمد عماره بعد 15 16 سنه ما مشي من هانزا روستوك الالماني بيبعتوا له النهارده عشان لبس فانيله النادي ده عشان يكرموه من اسبوعين في عيد ميلاد النادي. فاحنا لازم نعمل كده مع الافارقه اللي بي 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 بيلعبوا في النادي مع اي اجنبي يبقى موجود، يبقى في داتا موجوده. صح. ده كمان ده واجب اللعيبه كمان المصريين كل من لبس فانيله النادي الاهلي. دي نقطه كويسه اللي انتوا فتحتوها وهنناقش الكلام ده وهنعمل له حلقه مخصوص، وانا عارف ان اداره النادي الاهلي ممكن تسمع الكلام ده لان دي نقطه مهمه جدا جدا لان الانديه الكبيره كلها بتعمل ده. محمود سمير واحد من نجوم النادي الاهلي، ببقى مبسوط لما بشوفك دايما، وانا مبسوط جدا ان انا شفتكم النهارده ومبسوط من الحلقه. على المستوى الشخصي شرفتني ونورتني. احنا مبسوطين احنا كنا معاك وشرف لينا ان احنا نظهر في قناه النادي الاهلي، ومبسوطين احنا كنا متواجدين معاك. كابتن احمد حسن بشكرك شكرا جزيلا، مش هقول الصقر هقول استاكوزا. ارجوك يا كابتن عشان عايزين ناكد ونرسخ دي عند الاولاد ان في صقر وفي استاكوزا برضه. انا والله كنت مبسوط جدا خاصه بوجود الكابتن محمود والكابتن معتز، واتصال جميل بتاع كباتن الكبار اللي اتصلوا بينا، ومبسوط جدا ان انا معاك في بيتي، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان احنا نقعد بعد المباراه كده ونبقى مبسوطين وبنحتفل ان شاء الله باذن الله. مش هقول اللاعب السابق، هقول المحلل الجديد النهارده اراءه كلها هيتغر جدا والله هيتغر. انا عارف اللي هو انت هتقولوا لي عليه. اينو شرفتني ونورتني ودايما مبسوط وانت موجود. شكرا يا كابتن شادي، وانا سعيد جدا ان انا موجود معاك وفي بيتي وفي بيتنا كلنا، وسعيد ان انا شفت سمير واستاكوزا، وان شاء الله دايما موفقين كده، ونبارك للنادي الاهلي يوم السبت. بشكركم شكرا جزيلا. اكيد في نهايه حلقتنا بتمنى الحوار مع نجومنا، سواء حوار الذكريات اللي انا عارف حضراتكم بتبقوا مبسوطين منه جدا، او المعلومات الفنيه بحكم اللي احنا فيه دلوقتي، كان موجود مع اجيال قبل كده، جيل سابق واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه دي خصوصا على المستوى الفني، وكمان الكواليس حضراتكم تكونوا اتبسطتوا منها. قبل ما اختم الحلقه مهم جدا اوجه الشكر لكل جماهير النادي الاهلي اللي كانت موجوده النهارده،
لكل اهلاوي من اصغر واحد لاكبر واحد راح وقف جنب فرقته، لبيتوا الدعوه، الرساله وصلت للاعبين والجهاز الفني، عملتوا دوركم على اكمل وجه. بنشكركم شكرا جزيلا. وكمان المجموعه اللي انا شفتها مصابه النهارده بتمنى لها الشفاء العاجل، لكن كله النهارده كان يوم في حب النادي الاهلي من جماهيره العظيمه الوفيه. اكيد هختم زي كل يوم، المجد كل المجد لشهداء النادي الاهلي، وتصبحوا على الف خير، وافريقيا يا اهلي.